بسم الله الرحمن الرحيم. كده موضوعنا النهارده Infratemporal and Tergopalatine Fossae and Temporomandibular Joint. And these are the items that will be discussed. المانديبول muscles of mastication, temporomandibular joint, mandibular nerve, maxillary nerve, maxillary artery. طبعا مش هنكتفي بالmandibular nerve والmaxillary nerve. في other smaller nerves related. هناخد توب زي مثلا greater superficial petrosal زي cord tympani and so on. كل ده هنتكلم عنه. maxillary artery واخر حاجه tergopalatine. fossa including pterygopalatine ganglion. نبدأ أولا بالمانديبول. المانديبول ده is the largest and strongest bone of the face. أما تقارنوا بونز كتيرة even بالفرنتال بون and so on هتلاقي one of the largest and strongest bones of the face. وبيعمل articulation مع السكال at the temporomandibular joint. شكل المانديبول horseshoe shaped body. كل الجزء ده عبارة عن body of the mandible. وفيه two rami, ادي one ramus وادي another ramus. يبقى هو body and two rami. والريمس مع البودي الاثنين عاملين لي تقريبا كده رايت انجل، تزيد شويه اند سو اون، بس تقريبا ات رايت انجل. بس ناخد بالنا ان دي في الادلت، لان الانجل في الادلت غير الانجل في الاطفال غير الانجل في الاولد ايج. فناخد بالنا هاو تو ايدنتيفاي ذا ايج اوف ذا ماندبل. تبص على الانجل. والحاجه الثانيه اللي بنبص عليها برضو المينتال فورامين، قريبة من فوق ولا قريبة من تحت، برضو من ضمن الحاجات اللي هي differentiating point between the adult and old age. نرجع تاني، this is the body and this is one ramus and this is another ramus. البودي during embryonic life وفي أول development بيبقى formed of two halves right وleft، وبينين كده إن الاتنين بيتحدوا مع بعض في midline. And this fusion is called symphysis mentae. زيها بيشبهوها بالسيمفيسيس بيوبس. سيمفيسيس بيوبس عبارة عن الكونكشن ان بتوين، بس ناخد بالنا ان هما ما لحموش مع بعض. لا، هنا الاثنين بيلحموا مع بعض كومبليتلي وبيبقى only one body. بدل هاف وهاف هو عبارة عن body والاثنين يونايتد ات ذا سيمفيسيس mentae. وضع الصورتين دولت وير ذا body. Where the ramus, where the angle of the mandible. والخط الفاصل ده خط كده imaginary line بيفصل لك between the body and the ramus. وإن الريمس طالع من one process anteriorly one process posteriorly. اللي قدام كورونويد واللي ورا كوندايلويد. والكوندايلويد عليه neck وهيد. يبقى النك والهيد والكوندايلويد كلهم عبارة عن جزء واحد. لو قلت كوندايلويد عشان كده اقول لك ده كوندايلر فرايتي التمبرومانديولا نسبه للكوندايل، ما الكوندايل اخرها فيها الهيد، يبقى كلهم تبع الكوندايلويد بروسيس. المنتال فورامين اللي موجوده ديت موجوده على الاوتر سيرفيس وبتبقى بيلو ذا سكند بريمولر، يعني بعد الانسايزر والكناين بقت بيلو ذا سكند بريمولر. ومن عندها كده ونرجع ورا هلاقي في لاين موجود على البودي اوف ذا ماندبول. اللاين اللي بره ده بنسميه اوبليك لاين. يبقى شفنا منتال فورامين واوبليك لاين. البودي اوف ذا ماندبل له upper border which is called the alveolar border اللي فيها sockets of the teeth، وله lower border or base of the mandible. فاللور border called base والupper border called alveolar border. ونرجع تاني، this is the oblique line of the mandible and this is the mental foramen. اتفقنا على ان في كورانويد وكوندايلويد، بين الاثنين
this notch which is called the mandibular notch. والمانديبولار نوتش هناخد بعد شويه ان في ستراكشرز كده معدي كان من ضمنهم النيرف والماسيتر والارتري برضه اللي رايح للماسيتر في حاجات ستراكشرز بتعدي ان ذيس اير. الكوندايلويد اتفقنا على اللي عليه نيك واعلى حته فيه الهيد. الهيد هي الارتكيوليتنج بارت وهنشوف بعد شويه بتعمل ارتكيوليشن مع ايه. اللور بوردر اللي بنسميها بيز اوف ذا مانديبول عليها عند الانتيرور اند بتاعتها نير ذا ميد لاين فيها فصة called digastric fossa. والdigastric دي gives the origin for the anterior belly of digastric. anterior belly وجنبيها برضو الناحية التانية في anterior belly واللي قاطع كده واخد السكشن في الميد لاين عشان كده مبين لك اتنين tubercles هنا قريبين اهم. الاتنين tubercles باينين على الصورة دي كده دي واحد ودي التاني. واحد on each side of the mid line وفيهم برضو واحد والتاني. يعني اتنين تيوبيركلز بنسميهم mental spines. الاتنين اللي تحت inferior mental spines or tubercles والاتنين اللي فوق superior mental spines or tubercles. دي طبعا مصل ودي مصل. اللي فوق جينيو جلوسس واللي تحت جينيو هايوي. جينيو هايوي. يبقى حاجات كده جينيو جلوسس وجينيو هايوي سمعنا قبل كده. مهم جدا ان على الانر سيرفيس اوف ذا بودي اوف ذا مانديبول في خط مقابل الخط اللي بره. الخط اللي بره كنا بنسميه اوبليك لاين والاوبليك لاين ده كان بتطلع منه مصل اليمين باكسينيتور. هنا المايلوهايويد لاين موجود على الانر سيرفيس اوف ذا بودي اوف ذا مانديبول وبرده طالعه منه مصل اللي بنسميها مايلوهايويد وهنشوف معاه حاجات ثانيه. مايلوهايويد المايلوهايويد لاين ده يعني بيفصل بين تو فصي وان فصة بيلو وان فصة أبوف. الفصة اللي تحت دي ريليتد تو ذا سب مانديبولار جلاند فهنسميها سب مانديبولار فصة ودي بيلو وبيهايند. الفصة الثانية قدام أبوف وانتيرور. اللي أبوف وانتيرور دي اللي هي سب لينجوال فصة ودي قلنا ريليتد تو ذا سابلينجوال جلاند. يبقى في فصه بيلو وفصه اباف. اللي تحت دي ريليتد تو ذا سب مانديبولار جلاند واللي فوق ريليتد تو ذا سابلينجوال جلاند. في فورامين بقى مهمه جدا كده واخده اللون الاخضر ده والفصه دي كده مانديبولار فورامين. المانديبولار فورامين دي داخل منها مانديبولار اللي هو بقى البرانش طالع من المانديبولار اللي هو انفيرور الفولار نيرف اند فيسلز. الجزء اللي هو البروجكشن اللي على الانتيريور بوردر اوف ذيس فورامين از كولد لينجولا. فاللي انا مشاور عليها بالتحديد دي كده دي ذا لينجولا وهلاقي بعد شويه ان فيه ليجامنت اتاتش تو ذا لينجولا. اما نيجي نجمع بقى بقيه اللوات ار ده ليجامنتس attached to the mandible هنقولهم بعد شوية. يبقى هنا mandibular canal أو mandibular foramen ودخلة مكملة جوه كده mandibular canal. وخد بالك لو شاورت عليها من بره هي من هنا. This is the foramen and this is the canal والكنال واصلة لحد الفورامن دي اللي بنسميها mental foramen. وبعدين تكمل في جزء بيكمل من قدام بسميه انسيسيف وبرضه استكمالا لمسيره الكنال اللي موجوده جوه اللي هي عباره عن مانديبولار كنال. يبقى المانديبولار كنال لما امشي فيها ودتني على منتال فورا من بره ودتني على انسيسيف كنال النيرف هيكمل فيها وعشان يغذي الانسايزر والكناين اللي هو التيرمينال بارت اوف ذا انفيرور الفولار نيرف. وبرضو كل نيرف هتلاقيه ماشي في المانديبول هنلاقي معاه ارتري تقريبا كده اوف ذا سيم نيم. يقودنا الكلام بقى وات ار ذا ماسلز اتاتشد تو ذا مانديبول. بنقسمهم الى مجموعه اوريجين ومجموعه انسيرشن. مجموعه الانسيرشن تمبوراليس وماسيتر وميديال تريجويد ولاترال تريجويد اللي هم الاربعه ماسلز وماستيكيشن لان الغرض النهائي في الاخر ان انا عاوز المانديبول يتحرك اثناء الاكل واثناء الكلام. مين اللي هيحركه؟ هي مجموعه الماسلز والماستيكيشن. فالمجموعه دي كلها تاخد اوريجين فروم ذا سكال اند ذي ار انسيرتد انتو ذا مانديبول.
هناخدهم بالتفصيل. يبقى الانسيرشن تمبورال اسمها سيتر ميديال تيريجويد ولاترال تيريجويد، ونزود عليهم واحده طالعه من النك اللي هي البلاتيزما. اللي بياخدوا اوريجين بقى باكسينيتور. باكسينيتور دي شفناها ماسكه فين؟ كانت على الاوبليك لاين المايلوهايويد، كانت على المايلوهايويد لاين. انتيرو بيل اوف دايجستريك، واخده من الدايجستريك فصه. جينيوهايويد وجينيوجلوسس، المجموعه دول كانوا سوبيريور انفيرو جينيال تيوبيركلز الاثنين. وبعدين عندي زودت واحده سوبيريور كونستريكتور ماسل اوف ذا فارينكس. هي طبعا الاوريجين بتاعها طويل، بس في حته صغيره من السوبيريور كونستريكتور بتاخد اوريجين فروم ذا بوستيريور اند اوف مايلوهايويد لاين. يبقى هي ديت رايحه برضو على المايلوهايويد لاين. يبقى تقريبا كده لو بصيت خمسه انسيرشن وخمسه اوريجين، لو حسبت السوبيريور كونستريكتور مع المايلوهايويد كده، يعني تقريبا خمسه اوريجين وخمسه انسيرشن، عشان ما ننساش يعني المينيمم تحفظه خمسه اوريجين وخمسه انسيرشن. يبقى عرفنا الاوريجين والانسيرشن، والاوريجين زودنا واحده بقى وايه عددهم سته. واضحه الرسمه ديت؟ الانسيرشن واخدين لون ازرق تمبوراليس انتو ذا كورونايد بروسيس اوف ذا ماندبل. المسيتر على الاوتر سيرفيس اوف ذا ريمس اوف ذا ماندبل. ميديال تيريجويد على الانر سيرفيس اوف ذا ريمس، والتحديد الانجل اوف ذا ماندبل. ميديال تيريجويد ولاترال تيريجويد رايحه على النك، تيريجويد فوفيا ان فرونت اوف ذا نيك اوف ذا ماندبل. يبقى دي الاربعه بتوع الماستيكيشن: تيمبوراليس، كورونايد بروسيس، ماسيتر، اوتر سيرفيس اوف ذا ريمس، ميديال تيريجويد، انر سيرفيس اوف ذا انجل، لاترال تيريجويد، فرونت اوف ذا نيك. وزودنا عليهم واحده هي اللي هي الباكسينيتور جايه على اللور بوردر اوف ذا ماندبل. يبقى دول الخمسه اللي هم انسيرتد انتو ذا ماندبل. لو جينا على اللي واخدين اوريجين، باكسينيتور فروم اللاين اللي بنسميه اوبليك لاين، يبقى دي واحده. مايلوهايويد من المايلوهايويد لاين كده اثنين. انتيرو بيل اوف دايجستريك ثلاثه. جينيوهايويد وجينيوجلوسس من الجينيال تيوبركل، يبقى كده خمسه. واخر واحده اللي هم عباره عن سم اوف ذا فايبرز اوف ذا سوبيريور كونستريكتور ماسل اوف ذا فارينكس، يبقى دولت اللي هم السته الانسير اللي هم تيكنج اوريجين فروم ذا ماندبل. بالاضافه للمجموعه دي وديت، بص كده في حاجات صغيره، يعني ديبريسور ليبياي انفيريوريس وديبريسور انجيولاي اوريس الومنتاليس، يبقى في مجموعه من الماسلز برضه اوف ذا فيس دي ار اتاتشد تو ذا ماندبل. بس كمننا ما بنقولش الاوريجين والانسيرشن بتاع المسلز اوف ذا فيس، فبنفوتهم في الكلام. اما في عندي مجموعه برضه تيكنج اوريجين فروم ذا ماندبل، وتبع تلاقيهم كلهم، بص عليهم كده هتلاقيهم على اللور ليب والانجل اوف ذا ماوس اند سو اون. دي كده رسمه ثانيه برضه بتبين لك المسلز، وكاتب لك برضو بتوع الفيس هم الديبريسور انجيولاي وديبريسور ليبياي انفيريوريس اند سو اون. نيجي وات ار ذا ليجامنتس اتاتشد تو ذا ماندبل. الليجامنتس اربعه، نمره واحد ستايلو مانديبولار، والستايلو مانديبولار ده يبقى بنسبه كده اتاتشد اباف تو ذا ستايلويد بروسيس على البيز اوف ذا سكال، ونازل ماسك في الانجل اوف ذا ماندبل. يبقى ستايلو مانديبولار فروم ذا ستايلويد بروسيس تو ذا انجل اوف ذا ماندبل. نمره اثنين سفينو مانديبولار ليجامنت فروم ذا سباين اوف ذا سفينويد تو ذا لينجولا، اللينجولا اللي احنا كنا لسه بنقولها من شويه سفينو مانديبولار ليجامنت. يبقى سفينو مانديبولار فروم ذا سباين اوف ذا سفينويد ونازل تحت لللينجولا اوف ذا ماندبل. وهنسال ادهم سؤال، ايه النيرف ريليتد تو ذا سباين اوف ذا سفينويد؟ عاوزين الناس تبقى صاحيه. سباين اوف سفينويد، يس، في نيرف ماشي ميديال تو. ممكن يبقى ال، عارف انه صعب شويه عليك، مانديبولر او ماكسيلاري. يا راجل حرام عليك، مش عارف.
مين اللي هيقول لنا طيب مين اللي معانا كوردا تيمباني يا دكتور؟ اه كوردا تيمباناي مظبوط. كوردا تيمباناي ده هو طالع كده من عند البيز اوف ذا سكال. الكوردا تيمباناي بيعدي على طول ميديال تو ذا سباين اوف ذا سفينويد لدرجه انه ممكن يعمل لي نوتش على الميديال ايدج اوف ذا سباين اوف ذا سفينويد. يبقى السباين اوف ذا سفينويد بيبقى ايه؟ ميديال تو ايد في كوردا تيمباناي. طيب عايزين بس الناس تبقى معانا كده على طول. طيب وبعدين عندنا تيريجومانديبولار ليجامنت ده نمره 3 بقى في الليجامنتس والرافي، وده من التيريجويد هاميولاس. والتيريجويد هاميولاس ده اللي هو عباره عن اللور اند اوف ذا ميديال تيريجويد بليت، وده بقى رحل البوستيرور اند اوف ذا مايلو هايويد لاين. يبقى تيريجومانديبولار ماسك في البوستيرور اند اوف ذا مايلو هايويد لاين. اخر واحد تيمبرومانديبولار ليجامنت from a tubercle on the root of the zygoma على الزيجوماتيك arch على اللور border بتاعته بيبقى فيه projection. البروجكشن ده بسميه tubercle. التيوبركل اللي موجود ده على root of the zygoma نازل منه ليجامنت يروح على النيك اوف ذا مانديبول، وهتلاقي معظم دولت كده related to the temporomandibular joint. يعني يقول لك what are the ligaments of the temporomandibular joint هنشوفهم بعد شويه. اما نقول what are the ligaments attached to the mandible يبقى لازم نقول الاربعه ligaments stylomandibular sphenomandibular pterygomandibular and temporomandibular. what are the nerves related to the mandible؟ النيرفس ريليتد تشمل نمره واحد lingual nerve، وكلنا طبعا عارفين أهمية اللينجوال نيرف in relation to the root of the third molar tooth. ده هو لازق على العظم مباشرة في المنطقة دي بينه وبين العظم لا يتعدى نص مليمتر. كررها تاني نص و 0.5 مليمتر، يعني تقريبا لازق على البون عند root of the third molar. وناخد بنا من extraction of the third molar عشان ما نأذيش اللينجوال نيرف. يبقى أهمهم وأول واحد lingual nerve. نمرة اتنين inferior alveolar nerve. والinferior alveolar ده شفناه ما كان بيدخل في المانديبولار فصة مانديبولار فورامن، وبعدين يمشي في المانديبولار كانال، وعند نهاية الكانال يتقسم إلى mental يطلع برا على الفيس، وincisive هيكمل في الكونتينويشن بتاع الكنال الحته الصغيره اللي جوه اللي تحت الانسايزور تيس لدرجه ساعات يسموه انسيسيف كانال. هو ده اللي فيها الانسيزور الانسيسيف نيرف داخل راح يغذي الانسايزور. يبقى انفيرو الفولار نيرف ريليتد يس برضه ريليتد تو ذا ماندبل، وعرفنا داخل ازاي وماشي جوه الماندبل. المنتال نيرف بقى اللي هو طالع كومنج اوت اوف ذا منتال فورامن، والانسيسيف اللي هو continues into the incisive canal. الاثنين دولت اللي هما two terminal branches of the inferior alveolar. يبقى احنا قلنا lingual والinferior alveolar and its two terminal branches. وازاي بينتهوا واحد يطلع برا المانديبول والتاني يخش يكمل فيه جوه. النيرف اللي بعد كده مايلو هايويد نيرف. والمايلو هايويد نيرف ده ليه جروف خاص بيه، والجروف ده بيبقى موجود تحت المايلو هايويد لاين وطويل كده زي المايلو هايويد لاين. فده مايلو هايويد جروف هنشوفه دلوقتي هو ريليتد تو ذا بون وماشي فيه مايلو هايويد نيرف. النيرف رقم 6 نيرف تو ماستيتر، وده بيعدي خلال المانديبولار نوتش. انا قلت لك في ستراكشرز باسنج ثرو ذا مانديبولار نوتش نيرف تو ماستيتر، والارتري برضو اللي راح للماستيتر. النيرف رقم 7 اوبيكولو تيمبورال نيرف، وده ريليتد تو ذا ميديال سايد اوف ذا نيك اوف ذا مانديبول. في الحته بقى هو طالع من او بيلف في وسط الجلاند اللي بنسميها باروتيد جلاند، لان الباروتيد جلاند ريليتد تو ذيس اريا. هي الحته دي عند الابر بول الجزء من الجلاند اللي هو ريليتد تو ذا تيمبورال مانديبولار جوينت والنيك اوف ذا مانديبول، هو ده اللي بيلف حواليه الاوريكولو تيمبورال نيرف موجود على الميديال سايد اوف ذا نيك. اخر نيرف مارجنال مانديبولار برانش. احنا عندنا الفيشيا لما بيطلع بيتقسم الى 5 برانشز، تيمبورال وزيجوماتيك وبكال ومانديبولار وفايكال. هو ده المانديبولار. خد بالك المانديبولار ده يا يمشي على اللور بوردر اوف ذا مانديبول
يا ينزل تحت في النك. وما بينزل تحت في النك بيبعد عن النك ممكن 2 سنتيمتر وممكن 3 واب تو 4 سنتيمتر تحت اللور بوردر اوف ذا ماندبل، وبعدين يرجع يلف تاني يعمل كروسنج تو ذا لور بوردر اوف ذا ماندبل ويطلع تاني عشان يوصل لحد الانجل اوف ذا ماوس. هو ده اللي بنسميه مانديبولار برانش اوفيشال او مارجنال مانديبولار. يبقى مش بس السيرفايكال برانش اوف ذا فيشال هو اللي بينزل على النك، ده في حالات كتيره جدا ولها ستاتستكس معموله كنت عاملها بيبر على المارجنال مانديبولار برانش اوف ذا فيشال وازاي بينزل النك وبعدين يلف تاني يعدي على اللور بوردر اوف ذا ماندبل ويرجع تاني على الانجل اوف ذا ماوس عشان يغذي الانجل. ودي مهمه في حالات لما نيجي نعمل سب مانديبولار عاوزين نشيل السب مانديبولار جلاند او ستون ونفتح عليها، لازم ناخد بالنا ان ممكن يكون نعمل انجري مين للمارجنال برانش او مانديبولار وهو نازل في النك. يبقى دول كده 8 نيرفس ريليتد تو ذا ماندبول، وهنبص عليهم على رسمه كده. نبص هنلاقي ادي واحد، ادي اللينجوال ده نمره واحد، اللي ماشي جوه كان داخل هنا ده inferior alveolar، والinferior alveolar ماشي جوه الكنال وبعدين طالع لي mental ويكمل incisive. يبقى كده قلنا أربعة. النيرفي تو مايلو هايويد اللي هو ماشي على المايلو هايويد جروف اللي لازق مباشرة تحت المايلو هايويد لاين اللي كان عليه المايلو هايويد مصل، يبقى ده مايلو هايويد نيرف على المايلو هايويد جروف. النيرف ده كده نيرف تو ماسيتر او ماسيتيريك نيرف. النيرف اللي لفف على النيك اوف ذا ماندبل دي ده اوريكولو تمبورال نيرف. واخر واحد ده كان مارجينال مانديبولار او نقول بس مانديبولار برانش اوف فيشل، لان اتفقنا على انه كان موجود هنا ينزل كده وبعدين يرجع تاني يطلع عشان يحصل على الانجل. ففي الطلعه ديت برضه بيبقى ريليتد تو ده lower border of the mandible. These are the nerves related to the mandible. نيجي what are the arteries related to the mandible. أكبر artery related to the mandible لما تبص كده هتلاقي first part of the maxillary artery وده موجود medial to the neck of the mandible. يبقى احنا كده قلنا المaxillary artery كان medial to the neck والauriculo temporal nerve medial to the neck، عشان بس نجمع الكلام. الماكسيلاري ارتري والكولو تمبورال نيرف الاثنين ار ريليتد تو ذا نيك اوف ذا ماندبل، والاثنين ار ريليتد لاترالي تو ذا سفينو مانديبولار ليجامنت، عشان برضو ممكن تسال سؤال كده اقول لك ريليشن اوف ذا سفينو مانديبولار ليجامنت. يبقى عرفنا ماكسيلاري ارتري اكبر واحد وده ريليتد تو ذا ميديال سايد اوف ذا نيك اوف ذا. نمره 2 انفير الفولار ارتري. خد بالك الارتري نفس النيرف تماما بالكورس والريليشن بالديستريبيوشن. حتى الانفير الفولار ارتري اتقسم الى منتال وانسيسيف. تلاحظ كده تلاقينا عمال اقول لك نفس اسامي النيرفز اللي احنا قلناها. وبعدين مايلو هايود ارتري، ما هو معدان برضو مايلو هايود نيرف صح. وبعدين ارتري توماسيتر يبقى ماشي مع النيرف توماسيتر. فالمجموعه دي كلها 2 و3 و4 و5 و6 كلهم نيرفس، والنيرفس تقريبا قلناهم كانوا بنفس الترتيب الارقام كده لو تلاحظ يعني. وبعدين الاكسترنال كاروتيد ارتري الترمينيشن بتاعه بيبقى بيهايند ذا نيك اوف ذا ماندبل. يبقى اللي ميديال تو ذا نيك ماكسيلاري ارتري، واللي بوستيرو تو ذا نيك ترمينيشن اوف ذا اكسترنال كاروتيد ارتري. طبعا كلنا بقى لا يخفى علينا الفيشال ارتري وهو عامل كروسنج ات ذا انترو انفيرور انجل اوف ذا ماسيتر. الفيشال ارتري بعد ما كان موجود في النك وطلع كده في الدايجستريك ترانجل وكان ريليتد للسب مانديبولار جلاند هيخش الفيس ات ذا انترو انفيرور انجل اوف ذا ماسيتر، المكان اللي انت بتحسه. يبقى كده قلنا وات ار ذا ارتريز ريليتد تو ذا مانديبولار. الصورة دي بتبين لك الارتريز. This is the external carotid behind the neck. اهو ادي الترمينيشن بتاعه، ده انا external carotid وماكسيلري، والماكسيلري نفسه ماشى فين؟ medial to the neck. اللي داخل ده inferior alveolar artery طالع من الفيرست بارت اوف ذا ماكسيلري ارتري،
وبعدين اداني برضه مايلوهايويد ارتري نفس نظام المايلوهايويد نيرف. قبل ما ادخل الكنال كان المايلو الانفير الفولار نيرف يدينا مايلوهايويد نيرف، ده برضه نفس النظام الانفير الفولار ارتري ادانا مايلوهايويد ارتري. وكملنا مع الانفير الفولار ادانا انسيسيف ومنتال الاثنين، فالكلام كله ينطبق على الجزء اللي احنا بنقول عليه. هتلاقي الارتريز تقريبا كده ريليتد تو ده، وده اللي تحت خالص ده عباره عن فيشال ارتري هو معدي، وبتاع المسيتر هيبقى معدي هنا عند المانديبولار نوتش. يبقى تلاقي الارتريز تقريبا اسابيها زي النيرفس مع الاختلافات البسيطه جدا. What are the glands related to the mandible؟ كنا واحنا بنتكلم كان في submandibular gland مكانها submandibular fossa below the myelohyoid line، والsublingual gland كانت related للmyelohyoid بس above، وكان في parotid gland. parotid gland كان في جزء محشور عند البوستيرو ريموس اوف ذا ماندبل، كانت نازله هنا ميديا تيريجويد، جزء من الجلاند يمشي كده، شايفين انا ماشي ازاي، يتحشر ما بين الريموس اوف ذا ماندبل والميديا تيريجويد، والجزء ده كنا بندي له اسم. يلا شباب بقى قلنا ده تيريجويد يا دكتور، عباره عن تيريجويد بارت، انا سمعتها يعني هو ده تيريجويد بارت المحشور، لان في كتب كاتباه بين الميديال واللاترال تيريجويد، عمر الباروتيد ما هتروح عند الميديال واللاترال تيريجويد، هاي يعني في كتب كده مثلا غلط. هو الجزء ده محشور بين الميديال تيريجويد اند ذا ريموس اوف ذا ماندبل، والحته دي تلاقي محشور فيها كده ومزنون فيها الماكسيلاري عند بدايته وله تمبورال نيرف وهو بيلف، وحته من الباروتيد جلاند هو اللي هو لف فيها اللي هم بينهم وبين السفين ومانديبولار ليجامنت. يبقى عرفنا كده وات ار the glands related to the mandible. نتمنى يكون الكلام سهل وجميل. لو في اي سؤال على المندبل وي ار ريدي يعني. جميل كده تمام يلا. تمام. روان الصوت عندها ضايع شويه. تمام يا دكتور. حبيبه لحبيبه. حبيبه للصوت عندها ضايع. ماشي. الصوت كويس عندي اهو جميل. طيب خلاص صوتك عالي وجميل والله. انا سامع ماشي. نبدا بقى بعد المقدمه الصغيره دي كده بس بنسخن بيها الموضوع كده. What are the boundaries of the infratemporal fossa؟ اما نقول boundaries يبقى المقصود الباوندريز على البون، هي حدود الانفراتيمبورال فوسا فين؟ حدودها دي كده عندي دي سكال ودي المجزيلا انتيرو اللي كده واخده لون، والبون دي كانت لاترال تيريجويد بليت وكان ميديال لها في واحده ثانيه ميديال تيريجويد بليت، فالميديال تيريجويد بليت دي ريليتد تو ذا فارينكس، اما اللاترال تيريجويد بليت دي تبعنا هنا تبع الانفراتيمبورال فوسا، وديت عباره عن الميديال باوندري اوف ذا انفراتيمبورال فوسا. يبقى ميديالي ذا لاترال تيريجويد بليت، والميديال واللاترال تريجويد بليت كانوا الاثنين تبع بون اللي بنسميها سفينويد بون. يبقى انتيرولي المجزيلا، والتحديد يبقى بوستيرو سيرفيس اوف ذا مجزيلا، لان الانتيرو سيرفيس ريليتد تو ذا فيس، والبوستيرو سيرفيس اوف ذا مجزيلا يبقى ريليتد تو ذا انفراتيمبرال فوس. بوستيرو اللي بقى من ورا، اما نبص هلاقي ستايلويد بروسيس وماستويد بروسيس، ستايلويد وماستويد بوستيرولي. Laterally كان في موجود هنا in this area coronoid process of the mandible. الريمس بحاله كل الريمس of the mandible كان موجود in this area. حتى وانت بتشرح كده اللي اقول لك شرح للإنفراتيمبورال فوسا ما تشوفش اي حاجة. اول حاجة تعملها تكسر الريمس of the mandible. لا يمكن تشوف اي حاجة without fracturing the remus of the mandible. يبقى laterally عندي الريمس of the mandible. تكسر الريمس تدخل جوه هتلاقي كل حاجة موجودة. طيب الروف بتاعنا شايف الحته اللي لونها غامق جوه دي كده، اللي لونها غامق وجوه دي كده، والكسرين برضو هنا الجزء بتاع الزيجوماتيك ارش مكسور. اما نيجي عند منطقه اللاترال تريجويد بليت كده وندخل هنا اللي انا بشاور عليها بالظبط ده عباره عن انفرا تيمبورال سيرفيس
of the greater wing of the احنا عندنا ال greater wing of the sphenoid ديت جزء related to the temporal fossa اللي انا بحط ايدي عليه وانا قاعد كده لو شاورت عليه ال greater wing اللي عند التيريون ده ده بقى عبارة عن temporal surface of the greater wing of the sphenoid والمنطقة اللي related to the infratemporal fossa يبقى infratemporal surface of the greater wing of the sphenoid والباوندريز اللي بين الاثنين الحد الفاصل بين الاثنين بنسميها infratemporal crest فالinfratemporal crest عبارة عن sharp border between temporal and infratemporal surfaces of the greater wing of the sphenoid وكلنا حسينا اكيد الانفراتيمبورال كريست بايدينا كده نلاقي جزء شارب يبقى تخش ميديال تو ايت يبقى انفراتيمبورال سيرفيس تطلع بره كده ناحيه التيريون من بره يبقى ده عباره عن تيمبورال سيرفيس يبقى كده وات ار ذا باوندريز اوف ذا انفراتيمبورال فوصة اصبحت واضحه معايا دي رسمة تانية وعمل خط في الخط اللي عامله ده الباوندري ده عشان يوريك حدود الانفراتيمبرال فوصة دي سيد ده انتيرو باوندري دي سيد ده بوستيرو باوندري وشال الريمس اوف ذا مانديبول هنا خالص وبص على اللون الغامق اللي أنا عليه على طول مباشرة ده هو اللون الغامق ده عبارة عن انفراتيمبرال سيرفيس اوف ذا جريتر وينج اوف ذا سفير والخط ده يبدأ انفراتيمبرال كريست عنده لا البون غيرت الدايركشن وطلعت تحت يبقى دي سد تمبورال سيرفيس اوف ذا جريتر وينج اوف ذا سفينويد والغامق اللي تحت انفرا تمبورال سيرفيس اوف ذا جريتر وينج اوف ذا سفينويد انزل اكمل تحت يبقى دي سد لاترال تيريجويد بليت الفتحه بقى الكبيره ديت اللي موجوده بين التيريجويد بين اللاترال تيريجويد بليت او تيريجويد بروسيس يعني وبين الماكسيلا ديس فيشر الفيشر ده بنسميه تيريجو ماكسيلاري فيشر يس فيري جود هو ده التيريجو ماكسيلاري فيشر اما ادخل جوه انا كده دخلت جوه تيريجو بالاتاين فوس يبقى دخلنا جوه كده هو ديس ده تيريجو ماكسيلاري فيشر ندخل منه ديس ده لاترال دور يعني لاترال هو ده اللاترال دور تدخل منه او اللاترال اوبننج ندخل منها ندخل على التيريجو بالاتاين فوس دي رسمة تانية برضو بتبين لنا الباوندريز مش هنقولها بقى تاني What are the contents الرسمة دي مجمعة معظم الcontents of the infratemporal fossa التمبوراليس طبعا موجودة في التمبورال فوصة وليست infratemporal بس التندم بتاعها بينزل تحت بيحصل الكورونويد بروسيس يبقى بقى في الانفراتيمبورال فوصة برضو الاوريجين بتاع المسيتر ميديال تو ذا زيجوماتيك ارش برضو يعتبر تبعها بس المهمين جدا اللي هما ميديال ولاترال تيريجويد الاثنين هنا موجودين ادي لاترال تيريجويد بالتو بارتس بتوعها واللي تحت دي ميديال تيريجويد ومداريه بتو نيرفس اللي هما الانفير الفولار يس الارتري اللي ماشي بالطول ده كده من ورا لقدام دي ده ماكسيلاري ارتري في بلكسس اوف فينز موجوده ان ديس اريا تيريجويد بلكسس اوف فينز طبعا قلنا المانديبولار نيرف بالبرانشز بتاعته لينجوال ومش عارف كلام من ده سو اون كل ده هيتاخد بالتفصيل في جانجليون موجوده ان ذيس اريا ميديال تو ذا مانديبولار اللي بنسميها اوتيك جانجليون فده كده بيمثل انيوميريشن اوف ذا ستراكشرز بريزنت ويذن ذا انفراتيمبرال فوصة طبعا بعد شويه هنزود حاجات الكوردا تمباناي وهو داخل تلاقي مجموعه حاجات كده بنزودها وهي داخله على الانفراتيمبرال فوصة دي رسمة تانية برضو بتبين what are the contents of the infratemporal fossa نبدأ بأول مصل عندنا اللي هي temporalis temporalis the origin بتاعها from the temporal fossa كل المساحة دي كده على البون والمنطقة دي كانت bounded by two lines بنبدأ من هنا بone line temporal line ونوصل عند الكورونال سوتشر يتقسم اثنين superior temporal line above و inferior temporal line below superior temporal line لو كملت معاه لقيه يختفي لوحده fades away يختفي الانفيرو temporal line يكمل وينزل هنا لحد الليفل بتاع الاكسترنال
acoustic meatus, وفي المنطقة دي بسميه supramastoid crest. فالsupramastoid crest ده عبارة عن continuation of inferior temporal line. المصل بتاعتنا بقى اللي هي temporalis takes origin from the inferior temporal line. وناخد بالنا ان الفاشيا اللي بتغطيها اللي هي covering this muscle بتبقى عبارة عن tough layer of fascia ومكملة مع الإبيكرينيال أبونيوروزيس، والفاشيا دي attached above to the superior temporal line. يبقى superior temporal line ماسكة في الفاشيا temporal fascia، أما الانفيرور temporal line هو اللي عطي origin for ده مصل. فناخد بالنا من التو لاينز ومين اللي ماسك اباف ومين اللي ماسك بلو. حتى ما كنت تقرا الباوندرز بتاعت الايبيكرينيال ابونيوروزس وماسك فين مع السكالب، يقول لك الايبيكرينيال ابونيوروزس اتاتش تو ذا تمبورال لاين، هو اتاتش طبعا للسوبيرو تمبورال لاين الجنبين، وده الخط الحدود اللي عنده بينتهي السكالب، بس السكالب طبعا اكستندنج داونورد اوفر ذا تمبورال فاشيا. فناخد بالنا ان الاثنين ار كونتينوس ويز ايتش اذر. يبقى المصل نرجع تاني الأوريجين بتاعها from the temporal fossa up to the inferior temporal line and the deep surface of the temporal fascia. واخده من الانر سيرفيس أو deep surface of the temporal fascia. المصل واخده مساحة كبيرة بس الانسيرشن بتاعها جاي عند نقطة واحدة هنا. لو قصدنا الزيجوماتيك أرش هتبان للمصل وهي inserted into the coronoid process of the mandible. المصل دي ماسكه في الايبكس اوف ذا كورونويد بروسيس والميديال سيرفيس اوف ذا كورونويد بروسيس، وماسكه على الانتيرو بوردر والبوستيرو بوردر، يعني محوطه الكورونويد بروسيس من كل مكان. يبقى ميديال سيرفيس وايبكس وانتيرو بوردر وبوستيرو بوردر، والجزء اللي على الانتيرو بوردر بيقعد نازل كده على الانتيرو بوردر اوف ذا ريماس لحد ما يوصل عند الروت اوف ذا ثيرد مولار توس، يعني ليه اكستنشن داونورد اند فورورد لحد ما يحصل على الروت بتاع الثيرد مولار توس. فعرفنا اوريجين والانسيرشن انتو ذا كورونويد بروسيس، واخد الكورونويد بروسيس كليه من الايبكس والميديال سيرفيس والانتيرو بوردر اند ذا بوستيرو بوردر. اما بص على الصوره ديت انا جايبها متعمد، شوف الخطوط اللي ماشيه بالطول. This is the direction of the anterior fibers of the temporalis. وبعدين بص على الفايبرز كده واللي جاي من ورا. This is the direction of the posterior fibers of the temporalis. يبقى الانتيرو فايبر لها orientation are vertically oriented والposterior fiber are almost horizontal. لان ده هيبقى implicated على الاكشن بعد شويه. Vertical fibers دي لها اكشن ديفيشن، هوريزونتال فايبرز اللي هي دي اللي هتشد المد ريتراكشن، هي دي اللي هتعمل لنا ريتراكشن اوف ذا مد. يبقى ناخد بالنا من الدايركشن اوف ذا فايبرز اوف ذا تمبورالز. انتيرو فايبرز ار فيرتيكال، البوستيرو فايبرز ار اولموست. شويه احنا بنشرح البانديبولار نير، كانت التمبورالز والمسار واللاترال تيريجويد الثلاثة anterior division by the anterior division. بعكس الميديال تيريجويد كانت supplied by trunk of the mandibular. كلام سهل وكلنا حافظين. طيب regarding the action of the temporalis، عشان لما نيجي ناخد الجوينت بقى بتاعنا تمبرو مانديبولار جوينت، الفايبرز الفيرتيكال دي كده والمانديبول تحت تروح شدة لفوق، فواضح ان دي هتعمل لي elevation of the mandible. Elevation of the mandible ده بيجي يحصل لما يعمل closure of the mouth. يبقى دي بتعمل elevation of the mandible and the closure of the mouth. المصل دي برضو ناخد بالنا ان الاربعة muscles of mastication contribute للside to side او بنسميها grinding movement او chewing movement. يعني هي اللي chewing movement is provided mainly او produced mainly by the medial and lateral pterygoid. But assisted by الاثنين muscles التانيين temporalis ومسيته، يبقوا الأربعة بيشاركوا في the chewing movement، بس the chewing movement mainly by medial pterygoid and lateral pterygoid اللي بنسميها side to side movement أو grinding movement أو chewing movement.
لا ننسى ان البوستيرو فايبرز هتشد المندبل لورا، يبقى عملت لي ايه؟ ريتراكشن اوف ذا مندبل. يبقى المصل كده لها ثلاثة اكشن، اليفيشن ده نمرة واحد، وكونتريبيوتس تو سايد تو سايد موفمنت نمرة اتنين، والبوستيرو فايبرز عملت ريتراكشن اوف ذا مندبل، ودي اهم واحدة تعمل ريتراكشن اوف ذا مندبل. المصل اللي بعد كده مسيتر. المسيتر انا شايف كده الرسمة، ادي زيجوماتيك ارش، والزيجوماتيك ارش على الانر سيرفيس اوف ذا زيجوماتيك ارش بتطلع لي المصل اللي بنسميها مسيتر. يبقى الاوريجين فروم ذا انر سيرفيس، مش بس انر سيرفيس، انر سيرفيس اند لوور بوردر اوف ذا زيجوماتيك ارش، انر سيرفيس اند لوور بوردر اوف ذا زيجوماتيك ارش. الانسيرشن بتاع المصل كله رايح على ريمس اوف ذا مانديبول، وشفنا لما بنرسم الريمس ونيجي نلونه في العمل تلونه للطلبه تلاقي نفسك عمال تلون كل الريمس، يبقى انسيرشن انتو ذا اوتر ريمس اوف ذا ريمس اوف ذا مانديبول. النيرف سبلاي زي ما اتفقنا انتيرو ديفيجن اوف مانديبولار نيرف. لما تبص على الرسمه دي وترجع لها تاني هلاقي المسيتر فيها فايبرز سوبرفيشال فايبرز ولها ديب فايبرز سوبرفيشال وديب. التمبوراليس كانت فيرتيكال فايبرز وهوريزونتال فايبر او انتيرو فايبر وبوستيرو فايبر. برضو هنا الاثنين دولت ار امبليكيتد ان ذا موفمنت، وبالتالي بص المصل كلها بتعمل لي اليفيشن اوف ذا مانديبول. السوبرفيشال فايبر تعمل بروتراكشن، هتشد المندبل اللي قدام، حتى بص الدايركشن بتاعها السوبرفيشال فايبر هتشد المندبل اللي قدام، يبقى بروتراكشن اوف ذا مندبل. الدي فايبرز تعمل لي ريتراكشن اوف ذا مندبل. يبقى مجرد انها سوبرفيشال وديب بقى المصل لها اتنين اكشنز، السوبرفيشال فايبر عملت بروتراكشن اوف ذا مندبل، والدي فايبرز عملت لي ريتراكشن اوف ذا مانديبول. يبقى كام واحده كده بيعملوا ريتراكشن اوف ذا مانديبول؟ اثنين. بقت الهوريزونتال فايبرز اوف تمبوراليس والديب فايبرز اوف ماسيتر. برضو بالاضافه ضفنا عليها برضو لها سايد تو سايد موفمنت زي ما هي برضو ايه، بص كده سمول افكت على السايد تو سايد موفمنت زيها زي الديب هي اللي بتعمل اشمعنى الديب هي اللي بتعمل ريتراكشن، يعني هي الديركشن بتاعتها نفس الديركشن بتاع السوبرفيشال اللي هي ايه؟ طيب عرف لك كده الاكشن بتاع المسيتر. احيانا يحصل انفكشن انا قصدي ايوه قولي ديب الorientation بتاع superficial fibers اللي هي بتفرق. superficial fiber بتعمل protraction والديب fiber protraction. كلها بتشتغلش مع بعضيها. اوكي. طيب في حاجة بقى اسمها submesiteric space infection. Submesiteric space infection تلاقي فيه أبسس تحت المسيتر بينها وبين المندبول، والسبيس ده بيبقى localized والأبسس هنا لا يظهر على السيرفس لأن المسيتر is a very thick muscle. بنشوف المسيتر على الجثة تخينة وقوية وجامدة. Submesiteric space infection ده يعمل لنا trismus، تلاقي المندبول ما انتش قادر تفتح المندبول ويعمل لك severe pain وما انتش شايف الابسس ده فين، فناخد بالنا من السبيس بتاع submesiteric space والانفكشن اللي فيه. تالت مصل عندي سبيس بين المسيتر والمندبول يا دكتور. هو لازقه كده، تلاقي فيه سبيس موجوده عند الحته اللي هي مش ماسكه فيها قريبه من الكورونويد بروسيس. واول ما تبدا على طول عند الثيرد مول. تاني مصل عندي او تالت مصل لاترال تريجويد. This is the lateral pterygoid. اللاترال تريجويد عباره عن upper head ولور head. الابر head نبص عليها كده نشوفها على البيز اوف ذا سكال، وهو ده بقى الانفرا تمبورال سيرفيس
of the greater wing of the sphenoid ومعها infratemporal crest. احنا قلنا الانفرا greater wing لها temporal وinfratemporal. فدي واخدة من الinfratemporal surface of the greater wing of the sphenoid والبوردر اللي بينها وبين التمبورال يبقى واخدة من الinfratemporal crest. upper head. الهيد الثانية اللي هي اللور هيد from the lateral surface of the lateral pterygoid plate. لأن اللاترال pterygoid plate لو فردت إيدك كده وقفتها الميديال سيرفيس ولاترال سيرفيس. اللاترال سيرفيس يدي lateral pterygoid. بس أني هيد lower head of the lateral pterygoid. يبقى lateral surface ولور هيد ولاترال pterygoid. كلها ال 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 ورا بعضيها كده. أمال الميديال سيرفيس اوف ذا لاترال تريجويد بده اوريجين لمين؟ ديب هيد ديب هيد اوف ميديال تريجويد ديب هيد اوف ذا ميديال تريجويد. نراجع تاني لاترال تريجويد ابر هيد ولور هيد. الابر هيد من الانفرا تمبورال سيرفيس اوف ذا جريتر وينج اوف الانفرا تمبورال سيرفيس اند انفرا تمبورال كريست. اللور هيد فروم ذا لاترال سيرفيس اوف ذا لاترال تريجويد بلي. الانسيرشن بتاع المصل دي مهمة جدا لانه مش بس راي على النيك اوف ذا مانديبل على التريجويد فوفيا. ده المصل دي راح على مين؟ على الكبسول and the articular disc of the temporomandibular joint. اما بتشد joint. اما تشد الهيد اوف ذا مانديبل وتشد الارتيكولار ديسك معاها. عشان هنيجي بعد شوية نقول لك الموفمنت بتاع التمبروماندبولار جوينت فيه جزء كده من الحركة بيحصل فيه ان الهيد اوف ذا مانديبول والارتيكولار ديسك الاثنين مع بعض يحصلهم سلايدنج موفمنت او جلايدنج موفمنت انتيريور. فناخد بالنا ان الاثنين دول بيتحركوا مع بعض في لحظة ما وبعد ما يتحركوا الاقي الهيد اوف ذا مانديبول يحصل لها روتيشن زي ما ناخد بالتفصيل مع الموفمنت اوف ذا تمبرومانديبولار جوينت. يبقى الانسيرشن نوت اونلي تو ذا نيك اوف ذا مانديبول اند تيريجويد فوفيا بات اولسو تو ذا كبسول اند ارتيكولار ديسك اوف ذا تمبرومانديبولار جوينت. النيرف سبلاي طبعا كلنا عارفينه انتيرو ديفيجن اوف ذا مانديبولار نيرف. الاكشن بص هنا من الميديال واللاترال تيريجويد على طول لك بوث ماسلز بوث ماسلز ها الاثنين بقى بيشتغلوا مع بعض الميديال واللاترال تريجويد اوف بوث سايدز الاثنين يعملهم بروتراكشن اوف ذا مانديبل بروتراكشن اوف ذا مانديبل. وناخد بالنا ان اللاترال تريجويد دي الوحيده اللي بتعمل ايه ديبريشن اوف ذا مانديبل. يعني الثلاثه التانيين لما تبص عليهم هتلاقيهم بيعملوا اليفيشن اوف ذا مانديبل. هلاقي ثلاثه ماسلز بيعملوا اليفيشن من الاربعه بتوع الماستيكيشن واحده بس تعمل ديبريشن. اللي بتعمل ديبريشن اللي هي مين؟ اللي هي اللاترال تريجويد. فمهمه جدا هي بتعمل لنا بروتراكشن اوف ذا مانديبول تجيبه لقدام وبتعمل لنا ديبريشن اوف ذا مانديبول. اللاترال تريجويد دولت مهمين طبعا في اما يشتغلوا الاثنين مع بعض بريدوس تشيوينج موفمنت. اوكي فهم الاثنين الحركه دي ناخد بالنا ان الرايت لاترال تريجويد تحرك المانديبول ناحيه الليفت والليفت لاترال تريجويد تحرك المانديبول ناحيه الرايت. يبقى الاثنين دي تزق كده ودي تزق كده كان الاثنين بيزقوا بعض واحده تزق وبعدين الثانيه تزقها ترجع تاني اند سو اون. فعباره عن الترنيت موفمنت والكلام ده بيحصل في الميديال تريجويد واللاترال تريجويد الاثنين لما يشتغلوا. ودي كنا قلناها في الانجري بتاع الكرينيال نيرفس صح. الانجري بتاع الميديال واللاترال تريجويد يعمل لي deviation of the mandible towards the paralyzed side. مين تاني كان بيعمل deviation to the paralyzed side؟ يلا عايزين سرعة الأداء. الهايبوغلوسال very good. الهايبوغلوسال نير الهايبوغلوسال نير برضو يعمل لنا deviation of the mandible towards the paralyzed side. عرفنا طبعا ليه؟ لأن الجينيوغلوسال توديه على الناحية التانية فبرضو نفس الكلام. يبقى الجينيوغلوسال زيها زي الميديال واللاترال تريجويد الرايت تودي على الليفت والليفت تودي على الرايت وبالتالي نعمل alternating movement وده اللي بيعمل لي تشيوينج موفمنت. يبقى التشيوينج موفمنت is produced mainly by the lateral and medial تريجويد
واتفقنا على ان اللاترال تريجويد تعمل لنا كمان protraction of the mandible, with this is the only muscle which depress the mandible. نيجي للميديال تريجويد. الميديال تريجويد لها two heads, برضو deep head وsuperficial head. اما نيجي نبص هنلاقي this is the superficial head. والsuperficial head ده from the maxillary tuberosity, دي المجزلة, وده posterior surface of the maxilla, وجزء بارز كده ورا دي ده maxillary tuberosity. البون اللي باينه قدامي دي دي ده lateral pterygoid plate. احنا شلنا lateral pterygoid خالص. بص المصل دي بتطلع منين؟ From the medial surface of the lateral pterygoid plate. فالمصل كده لها two heads, deep head and the superficial head. Deep head from the medial surface of the lateral pterygoid plate وsuperficial head from the maxillary tuberosity. وفي جاب هي موجودة in between, الجاب الصغيرة دي كده, في جاب موجودة. الجاب دي هي دي اللي كان بيعدي منها المصل اللي بنسميها lateral pterygoid. هجيب لك رسمة بعد شوية مبينة ازاي lateral pterygoid is present in between the two heads of the medial pterygoid, عشان اما نيجي نقول برضو relation of the lateral pterygoid. الانسيرشن بتاع الميديال تريجويد الاقي الاثنين هيدز اتحدوا مع بعض ونازلين هنا عند الانر سيرفيس اوف ذا ريمس اند انجل اوف ذا mandible. يبقى ده المكان بس من جوه اللي عليه الانسيرشن اوف ذا ميديال تريجويد, انر سيرفيس او ميديال سيرفيس اوف ذا ريمس اند انجل اوف ذا mandible. الانرفيشن بتاع المصل دي الوحيدة اللي واخده from the trunk of the mandibular nerve, وبين الليجمنت, شايف الليجمنت, this is the sphenomandibular ligament اللي جاي من عند the spine of the sphenoid above, ورايح عند مين؟ عند اللينجولا أو اللينجولا أو اللينجولا. This is the spine of the sphenoid. What about the action of the medial pterygoid؟ نبرة واحد elevation of the mandible. يبقى أنا قلت الـ elevation كان by the temporalis وby the masseter وby the medial pterygoid. بقوا ثلاثة كده, temporalis ومasseter وmedial pterygoid, والوحيدة اللي بتعمل depression اللي هي lateral pterygoid. طيب تاني action protrusion أو protraction. طيب كم واحدة بتعمل protrusion أو protraction في medial pterygoid وفي lateral pterygoid وكان فيه superficial fibers بتوع الماسيتر. طب مين اللي كانوا بيعملوا retraction؟ horizontal fibers of the temporalis وdeep fibers of the masseter. deep fibers masseter. معرفنا كده الاكشن بتاعي. طبعا بقى الاكشن نمره 3 اللي هو alternating activity of the left and right muscle هو اللي بيعمل لنا grinding movement او chewing movement. يبقى عرفنا كده الاكشن اوف ذا ميديال تريجويد. شكرا. انا عندي سؤال على استحياء, يعني هو دلوقتي الرايت ميديال تريجويد بتالترنيت مع اللفت لاترال تريجويد, صح كده؟ ولا انا فاهم؟ لاترال تريجويد الاثنين ما بيعملوا الترنيتنج مع بعض, والميديال تريجويد الترنيتنج مع بعض. بحيث ما يعمل كونتراكشن اللاترال تريجويد على الناحيه دي. لا, الميديال واللاترال تريجويد اللي هنا يعملوا الترنيشن مع الميديال واللاترال تريجويد بتوع الناحيه الثانيه, لان التريجويد لما بيحصل باراليسيس لو هي واحده تعمل كده واحده تعمل كده يبقى مش هيحصل ديفيشن اوف ذا ماندبل. ها وصلت الموضوع؟ ما يحصلش ديفيشن اوف ذا ماندبل زي اما اقول لك العين واقفه في ناحيه لان واحده بتعمل اليفيشن والثانيه ديبريشن, واحده بتعمل ابدكشن والثانيه وهكذا يعني. اوكي, فهم الميديال واللاترال تريجويد بتوع الناحيه دي يزقوا الاول في ناحيه وبعدين يحصل ميديال واللاترال تريجويد اوف ذا اوبوزيت سايد. المصل اللي اهمهم في الريليشن بقى اللي هي اللاترال تريجويد, وات ار ذا ستراكشرز ريليتد تو ذا لاترال تريجويد. نبص اولا على الرسمه اللي تحت. اولا كده ذيس ذا لاترال تريجويد, وبص على اللاترال تريجويد كانها ساندويتشت كده ان بتوين the two heads of the medial pterygoid, بحيث دي superficial head of the medial pterygoid واللي تحت دي deep head of the medial pterygoid.
والمصل لاترال تريجويد واقفه، شوف واقفه بالظبط كده، واقفه في النص بين الاثنين، دايما تكون فاتح صبعك كده وتروح حاطط ايدك في النص كده ان بتوين، فاللاترال تريجويد موجوده بتوين سوبرفيشال اند ديب هيد اوف ذا ميديال تريجويد. وبالتالي بقى السؤال ايه الاستراكشرز سوبرفيشال تو ذا لاترال تريجويد؟ ادي اللاترال تريجويد، مين اللي كان سوبرفيشال ان ذيس اريا؟ ماكسيلاري ارتري. ما موجود عندك يقول لك ماكسيلاري ارتري، ماشي اوكي. كان موجود الماسيتر وهي طالعه من الانر سيرفيس اوف ذا زيجوماتيك ارش. كان موجود السوبرفيشال هيد بتاعت الميديال تريجويد. سوبرفيشال هيد، ما هي سوبرفيشال تو ذا لاترال تريجويد. كان موجود التندوم بتاع التمبوراليس نازل من فوق على الكورونايد بروسيس برضه سوبرفيشال تو ات. وكل المنطقه دي كلها كانت سوبرفيشال تو ذا ريمس اوف ذا مانتل. يبقى سوبرفيشال لللاترال تريجويد نمره واحد، سوبرفيشال هيد اوف ذا ميديال تريجويد، نمره اثنين ماسيتر مصل، نمره ثلاثه تندون اوف ذا تمبوراليس. يعني عشان ما تنساهمش كده ان الثلاثه مصلز اوف ماستيكيشن ار سوبرفيشال تو ذا لاترال تريجويد. اوكي وصلت؟ تمام. يعني بس لما نقول ميديال تريجويد يبقى نقصد بيها مين؟ سوبرفيشال هيد اوف ذا ميديال تريجويد، والتمبوراليس وهي رايحه على الكورونويد بروسيس، والماسيتر وهي جايه من الزيجوماتيك ارش، يبقى كلهم ار لاترال تو ذا لاترال تريجويد. ونضيف عليهم، نضيف عليهم بص كده، هنضيف الماكسيلاري ارتري، لان الماكسيلاري ارتري في المنطقه دي معدي كده ماشي على اللاترال تريجويد وعلى الميديال تريجويد، عشان يجي في النهايه هنا يدخل لي بين الايه الترجو ماكسيلاري فيش. يبقى عرفنا كده وات ار ذا ستراكشرز السوبرفيشال تو ذا لاترال تريجويد. طب مين اللي ديب؟ يبقى امر واحد لازم نقول الديب هيد اوف ذا ميديال تريجويد. الديب هيد اوف ذا ميديال تريجويد نازل جنبها هنا ورايح على المندبل على الريمس عند الانر سيرفيس، كان في ليجامنت شفناه من شويه اسفينو مانديبولا ليجامنت، كان في ميدل مينينجيال ارتري بيطلع من هنا بالظبط بالتحديد، شوف انا مشاور فين ميدل مينينجيال ارتري وبعدين يروح طالع لفوق عشان يدخل على البيس اوف ذا سكال، فهو موجود برضو ديب تو ذا لاترال تريجويد. وبالاضافه الى هذا في فيري لارج نيرف اللي هو مانديبولار نيرف، المانديبولار نيرف لا يمكن تدور وتشوف الحته الصغيره من الترانك اوف ذا مانديبولار نيرف الا لما تشيل تماما اللاترال تريجويد ماسل. يبقى ستراكشرز ديب نمره واحد، ميديال هيد اوف ذا الديب هيد اوف ذا ميديال تريجويد، سفينو مانديبولار ليجامنت، ميدل مينينجيال ارتري اند مانديبولار نيرف. الابر بوردر عليها ستراكشرز واللور بوردر عليها ستراكشر. الابر بوردر بص فيه النيرفس هم ديب تمبورال نيرفس طالعين عند الابر بوردر، والنيرف تو ماسيتر عامل كيرف على الابر بوردر. يبقى الابر بوردر عليها ديب تمبورال نيرفس والنيرف تو ماسيتر، دول كلهم طالعين منين بقى؟ هناخد الديب تمبورال كان طالع من الانتيريو ديب فيجن مانديبولار، والنيرف توماسيتر برضو انتيرو ديفيجن اوف ذا مانديبولار، فالبرانشز دي طالعه من المانديبولار ولفت على الابر بوردر اوف ذا لاترال تريجويد. يبقى نيرف توماسيتر وديب تمبورال نيرفز. اللور بوردر كلنا في العملي شفنا اللور بوردر اوف ذا لاترال تريجويد، وكان عليها اثنين نيرفز مهمين جدا، انفيرو الفولار ولينجوال، كانوا الاثنين بيطلعوا عند اللور بوردر مرسوبين هم، ادي لينجوال and inferior alveolar، اللينجوال قدام والانفير الفولار موجود ورا، لان هنا المنطقه دي كده انتيرور والمنطقه ديت بوستيرور، لان ده الانسيرشن بتاع المص. يبقى عرفنا الابر بوردر عليها ايه واللور بوردر عليها ايه. ان بتوين ذا تو هيدز في السبيس اللي انا ماشي فيه ده، ان بتوين ذا تو هيدز موجود ماكسيلاري ارتري اند ذا باكال برانش او مانديبولار نيرف. ماكسيلاري ارتري اهوت، ادي الماكسيلاري ارتري، ادي ذس ذا باكال برانش اوف مانديبولار نيرف. يبقى عرفنا كده ستراكشرز سوبرفيشال تو ذا لاترال تريجويد، ستراكشرز ديب تو ذا لاترال تريجويد، ستراكشرز ريليتد تو ذا ابر بوردر اوف ذا لاترال تريجويد،
and structures related to the lower border. واخر حاجة structures موجودة in between the two heads of the lateral pterygoid. مهمة جدا relations of the lateral pterygoid زي الهايجلوسس وزي المايلوهايوت. نيجي بقى على الجوينت بتاعنا اللي هو temporomandibular joint. لو في اي سؤال regarding the muscles ممكن نقول. تمام يا فندم. دكتور كده بالنسبه للاكشن يعني ممكن نلخص كده نقول ان الريتراكشن از دان باي ذا هوريزونتال فايبرز. صوت بس علي صوتك شويه. بقول لحضرتك ان احنا كده ممكن نلخص الاكشنز بتاعت الماسلز اوف ماستيكيشن. هنلخص الاكشن بس بعد شويه من غير انت ما تقول يعني قول لي طيب عاوز تقول ايه وبعدين هنقولها لان هنلخصه تاني مع الصور وكده لسه الاكشن هنمشي في ال قول عاوز تقول ايه. انا بس بقول يعني بالنسبه للريتراكشن هيبقى بس عندنا العضلتين اللي هم posterior fibers of او horizontal fibers of temporalis والdeep fibers of masseter صح كده؟ اه مظبوط. اه ما عندناش حاجه تانية بتعمل ريتراكشن. لا ما فيش حاجه تانية مكتوبه في الكتب بتعمل ريتراكشن. تمام تمام يا دكتور. لو في حاجه هنقول لك يعني. تمام يا دكتور شكرا. يعني هي ممكن البوستيريور بيل اوف ذا جاستريك تعمل برضه ريتراكشن خد بالك. ها لا انا بتكلم regarding the muscles of mastication يعني لا لا يعني لو جينا بقى يعني يقول لك في accessory muscles of mastication ها accessory muscles of mastication حط معاه الدايجستريك وحط الجينيو هايويد وحط المايلو هايويد وحط كل ما هو يحرك حتى البلاتيزما بتحرك المندب كل دي تعتبر accessory muscles of mastication فالريتراكشن لورا لما نيجي ورا كده هيبقى بالدايجستريك even the genio hyoid شوف الجينيو هايويد اللي في الجينيا التيوبيركل ورايحه ورا على الهايود بون تشده كده لورا هترجعه لورا شويه هتعمل لك ريتراكشن برضه فمكتوب في الكتب الدايجستريك والجينيو هايود برضه نفس تمام يا دكتور ماشي لو عايزين برضه اي سؤال تاني وي ار ريدي روان ما سمعت صوتها لا يا دكتور ماشي معانا مفيش اسئله وبدريه وحبيبه وادهم اوكي تمام يا دكتور نشوف بقى تمام يا دكتور ماشي نشوف بقى التمبرو مانديبولار جوينت الارتيكولار سيرفيسز ايه الارتيكولار سيرفيسز نمره واحد الجزء موجود على البيز اوف ذا سكال والجزء اللي على البيز اوف ذا سكال ده ان فرانت اوف ذا اكسترنال اوديتوري ميتس الجزء ده بنسميه مانديبولار فوصة والجزء اللي قدام المانديبولار فوصة ارتيكولار تيوبركل مانديبولار فوصة وارتيكولار تيوبركل دول عبارة عن الابر بارت اوف ذا ارتيكولار سيرفيسز لان الهدو ده مانديبول هتعدي بقى تبقى موجودة هنا او تبقى موجودة هنا يبقى واخدة المكانين مع بعض احيانا تبقى موجودة في المانديبولار فوصة واما تلف كده وتطلع قدام وافتح بقي على الاخر هتبقى موجودة تحت مين تحت الارتيكولار تيوبركل وبالتالي او بالتالي الابر ارتيكولار سيرفيسز ار فورمد باي articular tubercle and mandibular fossa ودول تبع التمبورال بون اللور articular surface عباره عن الهيد اوف ذا مانديبل اللي هو الابر اند اوف ذا كوندايلويد بروسيس اوف ذا مانديبل وناخد بالنا ان الجزء ده هو ده الارتيكولار والجزء اللي فوق articular يعني الاثنين ار كفرد باي كارتليج بس لو ركزت بص كده تلاقي مكتوب ايه فايبروكارتليج بعكس بقية الجوينتس يقول لك الني جوينت والشولدر جوينت ومش عارف ايه جوينت كله كفرد باي ما بارتيكولار سيرفيس يقول لك كفرد باي هايلاين كارتليج اه دي المره دي ناخد بالنا ان ايه في فرق اهوت ان ده كفرد باي فايبرو كارتليج طيب الطيب بتاع الجوينت ده ايه؟ اللي مكتوب ساينوفيال ساينوفيال وباي اكزيال وكوندايلر ماشي وبعدين جينا فاتحين قوس كده وكاتبين لك combined gliding and hinge هو structurally it is of the condylar variety condylar لان شكل دي كده كوندايل حيت اوكي والجزء اللي فوق ده concave وconvex ودي عماله تلف فيها فده كوندايل وبعدين functionally it is a modified hinge modified hinge لان الموفمنت اللي بتحصل فيه ما هيش hinge movement بس زي الالبو جوينت لا ده عباره عن two types of movement gliding movement and hinge movement gliding يعني يتحرك ورا قدام يعني retraction و protraction protraction اللي قدام retraction اللي ورا
يبقى دي عبارة عن gliding أو sliding movement. وفي نفس الوقت ألاقي الهيد أوف ذا مانديبول دي تلف، بتحصل لها روتيشن. روتيشن ممكن تعمل روتيشن even in its place وهي موجودة مكانها. ففي الحالة دي يبقى عبارة عن إيه؟ hinge movement. يبقى عشان كده سموه modified hinge. فهو structurally it is condyler, functionally it is a modified hinge. طيب regarding the capsule، حافظين كلنا الجملة اللي بنكتبها مع كل joint، إن الكابسول attached to the margins of the articular surface، وبالتالي it is attached above، واخد المسافة دي كده من عند الarticular tubercle، برضو موجود جوه الjoint cavity وورا لحد ما وصلنا باند سكويميو تيمبانيك. هنقول لك موجود فين حتة بالظبط، سكويميو تيمبانيك فيشر. والكبسول attached below واخدة to النك of the mandible، يبقى below to the neck، ومن فوق واخدة الarticular surfaces الاثنين اللي هما المانديبولار فوصة and the articular tubercle. وبالتالي بص كده مكتوب ايه، يقول لك the capsule is attached above to the anterior edge of the periglenoid plane. periglenoid plane الحتة اللي هي قدام الجلينويد فوصة او الجلينويد فوصة of the mandible واخدة الarticular tubercle، بيسمي الجزء ده كده periglenoid plane. وposteriorly وصل لحد سكويمو تيمبانيك فيشر، اللي هو فيشر between the squamous part of the temporal bone and the tympanic plate. والtympanic plate اللي هو كان بيعمل الانتيريور بارت بتاع الاكسترنال اوديتوري تيوب، هي المنطقه دي هو ده بنقول عليه سكويمو تيمبانيك فيشر. يبقى قدام خدت كل الارتيكولار تيوبيركل، طلعت قدامه بقت بريجلينويد بلين، ورا لحد السكويمو تيمبانيك فيشر، وطبعا محوطه على الجنبين كل المارجن دي كده كلها articular surface ومانديبولار فوصة من lateral، وarticular surface ومانديبولار فوصة medial. يبقى عرفنا ماسكة فين كده above وبقت واضحة. below the capsule is attached لكل النك سواء medial أو lateral أو anterior أو posterior. يبقى attached to the neck of the mandible all around من كل surfaces to the neck of the mandible. في ملاحظة بقى، بص this is the capsule وبرضو ديس ده كبسول. الكبسول وهي طالعة كده أو من قدام أو ورا، مين اللي ماسك فيها ده؟ وحنقوله بعد شوية الانتر ارتيكولار ديس. هو ده الانتر ارتيكولار ديس. يقولك الكبسول اللور بارت بتاع الكبسول، the fibers of the lower part of the capsule are tight fibers، وبتبقى ماسكة ما بين الارتيكولار ديسك اللي موجود جوه لحد النيك اوف ذا مانديبول. فالفايبرز اللي بين الارتيكولار ديسك لحد المانديبول ار تايت وفايبرس ونون إلاستيك. تايت وفايبرس ونون إلاستيك، كل دول عبارة عن اللور بارت اوف ذا كابسول. الفايبرز بتاعت الابر بارت اوف ذا كابسول اللي هي جاية منين؟ جاية من الديسك وطلع لحد البيس اوف ذا سكال، عباره عن لوس فايبرز. لوس او لاكس يعني الحته دي كده عباره عن لاكس كبسول، سواء من قدام او من ورا كل الابر بارت عباره عن لاكس كبسول وفيها الاستيك فايبرز. فالموفمنت فوق غير الموفمنت تحت، وبالاضافه للجزء الفايبر اللي تحت اللي قلنا عليه تايت ونان الاستيك، والجزء اللي هو فوق عبارة عن long وformed of elastic fiber وloosely attached، في عندي مجموعة من الفايبر جاية مباشرة superficial fibers of the capsule جاية من neck of the mandible وصل لحد articular surface اللي موجود above. يبقى كان الكبسول عبارة عن deep fibers وsuperficial fiber. الديب اللي هي ماسكة من الديسك لحد تحت، أو ماسكة من الديسك وطلع فوق، واللي طالع سوبرفيشال ماسك بين الاثنين. ادي الملاحظه الاولانيه. يبقى معنى كده ان هي عباره عن مش كبسول واحده، ده عباره عن بص كده مكتوب ايه اخر جو كلمه تو جوينت كبسولز، they are two capsules، بنعتبرهم two capsules
والديسك موجود وده هما two joint cavities one cavity above بص مكتوب عليها كده superior compartment والكافيتي اللي بيلوه عبارة عن inferior compartment والجزء اللي فوق ده بما ان فيه elastic fiber ولاكس كابسول هيبقى فيه one type of movement والجزء اللي تحت ده فيه firm وtight fibers يبقى فيه another type of movement. نكمل نبص على الارتيكولار ديسك. This is the articular disc. طبعا الارتيكولار ديسك كده attached to the margin of the capsule يعني هو زي ديسك كده والديسك ماسك في الكبسول anterior posterior all around على كل الميديال ولاترال and so on. ديسك مدور وماسك في كل كبسول والديسك ده بيقسم into upper cavity and lower cavity دي نفس الرسمة superior compartment واللي موجود تحت lower compartment وال ديسك ده عبارة عن فايبرو كارتليج برضه وسيركمفرنشيلي اتاتشد تو ذا كبسول وكنا قلنا من شوية ان الارتيكولار ديسك كانت ماسك في التندون بتاع مين اوف ذا لاترال تريجويد. نبص على الارتيكولار ديسك هلاقي الابر سيرفيس بتاعه جزء منه كونكيف والجزء الثاني كونفكس جزء كونكيف وجزء كونفكس. اما بص على اللور سيرفيس هلاقي الارتيكولار ديسك شكله ايه؟ شكله كونكيف ده دليل على ان اللي فوق برضه هيحصل وان تايب اوف موفمنت وتحت هيحصل لي انذر تايب اوف موفمنت. فناخد من شكل بنا من شكل الديسك على السوبيرو سيرفيس شكله ايه كونكيف وكونفكس والانفيرو سيرفيس شكله كونكيف اونلي وده طبعا كونكيف وكونفكس لان فوق اتنين articular surfaces الفصة والarticular tubercle والاتنين عكس بعض فالأبر سيرفيس عشان يعمل fitting فوق يبقى concave وconvex اللور سيرفيس ما عنديش تحت غير الhead of the mandible والhead of the mandible convex يبقى التاني عكسها ايه concave. وبالتالي بقى اما ناخد سجيتال سيكشن ونبص على الديسك ان ديتيل زي ما نبص كده الديسك شكله ايه بص كده هي دي اجزاء الديسك وعلى الرسمه اللي فوق هي دي اجزاء الديسك انتيرور وانترميديت وبوستيرور ورحت ورا كل ده ادي انتيرور وانترميديت وبوستيرور وبعدين خدنا بقى الجزء البوستيرور بارت عملنا له اكستنشن والجزء الانتيرور بارت برضو فيه انتيرور اكستنشن يعني كده الجزء بتاعنا بقى الانترا ارتيكولار ديسك بتقسم اجزاء بنقسمه في ناس بتقسمه الى انتيرو باند وانترميديت زون وبوستيرو باند انتيرو باند وانترميديت باند وبوستيرو باند واللي ورا ديت عباره عن اكستنشن من البوستيرو باند ولما نيجي قدام هنا هلاقي الجزء ده عامل لي anterior extension من الانتيرو باند يعني ممكن تقسمه الى اربع اجزاء او حتى خمس اجزاء يعني anterior extension اولا وبعدين anterior band وintermediate zone وposterior band واللي ورا ده عبارة عن posterior extension او بنسميه bilaminar region الديسك ورا هنا مقسوم bilaminar يعني one lamina above and one lamina below وان لامينا تطلع على البيز اوف ذا سكال عند سكويم وتمبانك فيشر وان لامينا بيلو حتى اللامينا اللي فوق واللامينا اللي بيلو كل واحده لها استراكشر مختلف يبقى بص كده عرفنا اجزاء الانترا ارتيكولار ديسك انتيرو اكستنشن انتيرو باند ترميديت زون بوستيرو اكسبانشن او بوستيرو باند والحته اللي ورا ديت اللي هي بنسميها باي لامينار ريجون وباي لامينار ريجون اتقسمت الى ابر باند والى لور باند التو لامينا دولت الابر لامينا بص عليها كده يقول لك فايبرو الاستيك تيشو فايبرو الاستيك يعني فيها الاستيك فايبر يعني زيها زي الكبسول ان ذيس اريا انا قلت الكبسول من فوق فيها الاستيك فايبر والكبسول من تحت طايت وفيرم وما فيهاش الاستيك فايبر نون الاستيك يبقى الابر لامينا زي الابر كبسول فيها الاستيك تيشو وماسك التفانة على النافس كويم وتمبانك فيشر اللور لامينا اللي تحت رايحة على البوستيرو بوردر اوف ذا نيك او بوستيرو بوردر اوف ذا كوندايلويد
with a fibrous non-elastic tissue. Fibrous non-elastic tissue. وكل الكاركترز اللي أنا بقولها في الديسك وفي الكبسول والأبر جوينت كافيتي بقت لوس واللور جوينت كافيتي بقت فيرم عشان بعد كده تخدم الموفمنت اللي احنا هنقولها. هقول لك إن الهيد بتاعة المندبول والديسك they move forward as one unit. They move forward as one unit. بيتحركوا لقدام الاثنين طالعين مع بعض في بداية الopening of the mouth, وبعد كده بعد ما يتحركوا الاثنين مع بعض anteriorly يحصل rotation للhead of the mandible على the inferior surface of the intra-articular disc. اتفهمت أدهم ولا إيه الوضع أدهم؟ الحتة دي على فكرة كنت قريتها قبل كده وما كنتش فاهمها قوي, الحتة thin part والthick part دي ما بس الصورة صورة قوية بصراحة رائعة. حبيبة وبدرية تمام يا دكتور, جميل جدا. انا شايف كده روان هتدخل دكتوراه على طول. يا دكتور انا بقيت هاخد دكتوراه. يعني يعني كده نشيلها من بتوع الماجستير وندخلها على طول الامتحان. ماشي طيب. الصور دي بقى دكتور انا بس يا دكتور انا معاكم بس ماشي ازيك يا بسمه معانا من نمكة بس لا من بدري من الاول خالص حضرتك مش عارف لا هي الجزء ده اصلا انا اول مره اسمعه بصراحه كذا مره قرا ما كنتش بفهمه بس ما شاء الله شرح حضرتك رائع صراحه يا دكتور شكرا والله. يعني حضرت المسلز من اولها؟ انا حضرت كل حاجه. طيب مش تقول لي ادهم ان بسمه معانا؟ لا يا دكتوره بسمه معانا من الاول فعلا. مين تاني معانا؟ لا مش عارف. ما هي دكتورة بسمة ودكتورة بدرية ودكتورة حبيبة وروان وانا انا عارف بس ما كانتش معانا بسمة اول ما بدأت. مين اللي معانا؟ لا ما فيش حد تاني يا دكتور. طيب زيادة عن هذا المكان. طيب شكرا يا دكتور ربنا يصحى ربي شكرا. الرسمة دي بتبين برضو الديسك باجزائه وعطينا الوان اهوت. شوف عطي لك كل واحدة لون يعني أنتيرو وإنترميديت وبوستيرو وبعدين الجزء البايلامينر وجزء البايلامينر واحدة على البيز وفي دسكال واحدة كده نزل تحت. خد بالك شوف التو لامينة بينهم إيه, بينهم فايبرس تيشو وبينهم شوية فات. ده كمان في بينهم حاجة غريبة قوي فيهم فينس بليكسس موجودة إن بتوين عشان يعني بقولنا كل التفاصيل اللي عليهم فيهم فينس بليكسس موجودة هنا في المنطقة دي برضو نفس النظام الجزء البايلامينر في موجود في فايبرس وفاتي تيشو وفينس بالاكسس موجودة in between. طبعا الكلام بقى السهل السينوفيال ميمبرين موجود في الابر كومبارتمنت وفي اللور كومبارتمنت. يعني دي سد ابر كومبارتمنت لا سينوفيال ساك لوحدها واللور كومبارتمنت فيها برضو سينوفيال ساك موجودة لوحدها. النيرف سبلاي بتاع الجوينت ده اوريكولو تمبورال نيرف والنيرف توماسيتا دول برانشز اوف مانديبولار نيرف. والارتيريال سبلاي عندنا ماكسيلاري ارتري اند سوبرفيشال تمبورال. كلام سهل ومعروف يعني ايه اللي حوالينا. نيجي بقى وات ار ذا ليجامنتس اوف ذا تمبورو مانديبولار جوينت. اهمهم واهم ليجامنت لاترال تمبورو مانديبولار, والاثنين التانيين سفينو مانديبولار وستايلو مانديبولار are considered as accessory ligaments. يبقى ناخد بالنا مين الاصل ومين الاثنين الاكسسوري. الاصل والمهم lateral temporomandibular ligament وده strengthened the lateral aspect of the capsule وده اللي قلناه جاي من عند الروت اوف ذا زيجوما تيوبركل على الروت اوف ذا زيجوما ونازل على النيك اوف ذا مانديبول والدايركشن بتاعه باين الدايركشن نازل كده داونورد وباكورد وده اللي هو بريفنت الباكورد موفمنت يعني اكسسيف باكورد موفمنت عشان لو حصل اكسسيف موفمنت ممكن تكسر مين اللي ورا الاكسترنال اوديتوري ميتاس. فالليجامنت ده ليميتس ده موفمنت اوف ذا مانديبول ان ا بوستيرو دايركشن وبالتالي بروتكتد ذا اكسترنال اوديتوري ميتاس. وده اهم ليجامنت في التمبرو مانديبولار جوينت حتى لاترال تمبرو مانديبولار ليجامنت. الاثنين ليجامنتس التانيين ار اكسسوري اللي هما سفينو مانديبولر اللي نازل من السباين اوف ذا سفينويد ورايح عند اللينجولا دي سد سفينو مانديبولر
وباين كده ده هو نازل من عند السباين اوف ذا سفينويد وراح عند ليجولا ومزنوق بينه وبين المانديبول ان ذيس اريا، بينه والمانديبول ان ذيس اريا الريليشن بتاعه السفينومانديبولا ليجامنت. مزنوق هنا مين؟ مزنوق الفيرست بارت اوف ذا ماكسيلاري ارتري والاوريكولو تيمبورال نيرف، هنا مزنوقين في الحته دي. وبرده مزنوق هينزل لتحت اللي هو الانفيرور الفولار نيرف ميديال تو ايت، والانفير الفولار ارتري برضو في المنطقه ديت ار ميديال تو ذس ليج. فالليجامنت الثاني ده سفينومانديبولار ليجامنت وعرفنا بدايته ونهايته. ثالث ليجامنت عندي ستايلومانديبولار ليجامنت. ستايلو من اسمه كده من الستايلويد بروسيس، ستايلويد بروسيس، وده نازل عند الانجل اوف ذا مانديبول، يبقى ستايلويد بروسيس تو ذا انجل اوف ذا مانديبول واضع على الرسمه. ديس ذا ستايلو مانديبولار ليجامنت، والستايلو مانديبولار ده كان يقول لك ثيكنينج اوف ذا ديب فاشيا، وده الستايلو مانديبولار ليجامنت اللي كان بيفصل ان بتوين الباروتيد عن السبب يفصل الباروتيد. الباروتيد بره موجوده ان ديس اريا، والتاني السبمانديبولار موجوده جوه تحت ان ديس اريا، فده اللي بيفصل الاثنين عن بعض اللي هو ستايلو مانديبولار ليجامنت. يبقى عندنا وان فيري امبورتنت ليجامنت الاساسي لاترال تيمبورال مانديبولار، واثنين اكسسوري ليجامنت، وكان في كمان واحد رابع بقى اتاتش تو ذا مانديبول. مين هو؟ تيرجو مانديبولار ليجامنت او ريف. فناخد بالنا مين اللي ماسك ومين الثلاثه بتوع الجوينت ومين اللي هو المين بارت او المين ليجامنت اوف ذيس. باينين كده الاثنين، ادي ده تيمبرو مانديبولار وده سفينو مانديبولار وده ستايلو مانديبولار. باين ذس ده سفينو مانديبولار، وايه اللي مزنوق بقى بينه؟ اول بص كده، دي الاوريكولو تيمبورال نيرف، وادي الماكسيلاري ارتري، وادي الانفير الفولار نيرف وهو معدي. وحتى وشايفين الانفير الفولار نيرف نفسه خرم الليجامنت وعدى من وسطيه عشان يطلع هنا يمشي تحت المايلو هايويد، يعدي بقى المايلو هايويد نيرف وارتري يروح معدي منها. What about the movement of the temporomandibular joint؟ اتفقنا على ان هم عباره عن two cavities او two spaces، one cavity او one compartment above one compartment below. الـ upper joint cavity بيحصل فيه gliding movement. فهمنا بقى ليه gliding movement؟ لأن الـ upper part of the capsule كان lax، والـ upper part of the capsule كان فيه long fiber، بيبقى long و lax وفيه elastic fibers، يبقى long و lax و elastic الـ upper part of the capsule، وبالتالي بيحصل فيه gliding movement. وجلايدنج موفمنت المقصود بيها يعني واحده لقدام، حركه لقدام وحركه لورا، يعني حركه لورا بقت بروتراكشن فورورد وريتراكشن بقى باكورد موفمنت. يبقى البروتراكشن والريتراكشن اوكر ان ذا ابر جوينت كافيتي، وما بيحصلهم البروتراكشن والريتراكشن بيحصل ان الهيد اوف ذا مانديبول اند ذا ارتيكولار ديسك move as one unit forward. الاثنين بيتحركوا مع بعض forward، فاللي بيحركهم مع بعض forward اللي هو مين؟ اللاترال تريجويد، لدرجه انه رسم لك كده يقول لك upper fibers of the lateral pterygoid upper head و lower head، اهم الابر واللور، شايف واحده رايحه فين؟ واحده رايحه ماسكه في الديسك بس، والثانيه ماسكه في الكبسول وماسكه فين؟ في النك، عشان الاثنين يتحركوا مع بعض. يبقى الابر كافيتي بيحصل فيها protraction and retraction. اللور كافيتي بقى، بما ان الكبسول هنا كانت firm وformed of fibrous tissue ونون elastic، هتني مثبته الهيد اوف ذا مانديبول لدرجه الهيد اوف ذا مانديبول بس تلف تلف، هي دي بقى الهنج موفمنت، هتحصل لها روتيشن. شوف السهم عامل ازاي، يبقى الموفمنت اللي هي هنج موفمنت بتحصل فين؟ في اللور كافيتي بتاعت الكبسول، ودي بتبقى موفمنت بتوين ذا هيد اند ذا لور سيرفيس اوف ذا انترا ارتيكولار ديسك. يبقى الهيد اوف ذا مانديبول عامله هنج موفمنت على اللور سيرفيس اوف ذا ارتيكولار ديسك، والهيد اوف ذا مانديبول مع الانترا ارتيكولار ديسك الاثنين، او الحركه بقى نقوله بين الارتيكولار ديسك وبين الجزء اللي فوق في الابر جوينت كافيتي، اللي هي جلايدنج موفمنت، اللي عباره عن ريتراكشن
وعكسها بروتراكشن. يبقى فهمنا فين كده جلايدنج موفمنت في الابر جوينت كافيتي وروتيشن بيحصل فين في اللور جوينت كافيتي. كاتب لها هو ذا تيمبرومانديبولار جوينت structurally accommodates two types of movement, sliding and rotation in the parasagittal plane. Sliding بيحصل ليه بقى الاثنين الكبسول، لان الكبسول فوق اتفقنا على انها لاكس، واللاكس يعني الفايبرز لونج شوية عن المسافة وفيها إلاستيك فايبر، يبقى كده الجوينت سبيس ده بيبقى لوس وبالتالي يتحرك كله as one unit forward ولا one unit يتحرك برضه. حتى لدرجة الجوينت ده بيسموه منيسكيو تيمبورال، ها منيسكيو تيمبورال يعني بين الكسامة دي كده كأنها منيسكس الانترا ارتيكولار ديسك زي المنسكاي بتاعت الني جوينت، ده منيسكيو تيمبورال. واللي تحت ده عبارة عن منيسكيو مانديبولار، منيسكيو مانديبولار يعني بين الكارتليج وبين اللي بين الارتيكولار ديسك وبين الهيد اوف ذا مانديبول، يبقى ده منيسكيو مانديبولار. واللي بين المينيسكس وبينها اللي فوق ديت يبقى بينيسكيو تيمبورال، يعني هم عباره كانهم تو جوينتس وكل واحده اتفقنا على ان لها سيبريت كبسول، ولكن الكبسول فوق عباره بتبقى شكلها ايه وتحت يبقى شكلها ايه. وبالتالي سلايدنج مومنت بتحصل في الابر كومبارتمنت وعرفنا سببها ايه، هو ذا كبسولار ليجامنت ويتش انكلوز ذا لوور جوينت كومبارتمنت. شايف كلمه ايه؟ تايت ونون إلاستيك. حتى اللامينا بتاعت البايلامينار بارت اوف ذا ديسك قلنا الجزء اللي فوق إلاستيك والجزء اللي تحت برضو كان نون إلاستيك، وده الجزء اللي تحت بقى لو ذا كوندايل تو روتيت اوفر ذا ديبريشن انسايد ذا انيولس اوف ذا ارتيكولار ديسك، دي تلف على الانفيرو سيرفيس اوف ذا انتر ارتيكولار ديسك. هو ما الواحد ما بيلف كده ويفتح بقه المسافة اللي بيفتحها كم ميلي تقريباً أو كم سنتي؟ الرينج لما تفتح سنانك كده وتفتح بقك وعاوز تاخد السندويتش كله في مرة واحدة 7 سنتي 8 سنتي؟ لا 7 سنتي 8 سنتي ده هتبلع هتبلع الكتب اللي قدامك بقى، هتبلع كده لابتوب حاجة يعني. لا كده قال لي نص يعني موجودة الماكسيموم يعني 5 سنتي 5 سنتيمتر طيب. أنا بشاور عليها من 3.5 ل 5 سنتيمتر، يبقى الأدلت رينج أوف موفمنت بالماكسيموم بتاعنا من 4 إلى 5 سنتيمتر، وناخد بالنا إن الأدلت رينج أوف موفمنت ذا إز ريتشد أباوت بص كده 10 years in female و 15 year in males، يعني الفيميلز بياكلوا اكتر ويفتحوا بقهم اكتر، ها عشان كده دي ريتش تماما الماكسيمم اوبننج، الماكسيمم اوبننج ات 10 ييرز وايل ذا ميل ريتش الماكسيمم اوبننج ات اباوت 15 ييرز. ناخد بالنا من الديفرنسز دي. اللاترال اكسكيرشن او اللاترال موفمنت بتاع المانديبول اما تجيبه كده يمين او شمال، يمين او شمال لا يتعدى حوالي تقريبا كده 1 سنتيمتر، وبرضه ما بتعمله بروتراكشن لقدام، بروتراكشن لقدام وسنانك ثابته مش هتفتح بقك يعني بروتراكشن لقدام برضه لا تتعدى حوالي 1 سنتيمتر، فهي تقريبا 1 سنتيمتر لقدام او لحد 12 مليمتر يعني. وبرضه نفس الحركه على الجنبين، بس لما بنفتح بقنا نفتح لمسافه حوالي كام؟ 5 سنتيمتر. ايه اللي تشينجز اللي بتحصل during opening of the mouth during this movement، عاوز changes في الديسك كده، وعاوزين نركز على ان الكوندايل ازاي بتتحرك والانترا ارتيكولار ديسك ازاي بيلفوا الاثنين مع بعض. ونبص على الصوره الاولانيه يمكن اللي فوق برضه باينه بس اللي تحت اوضح منها في الرسمه بتاعتها. ادي الانترا ارتيكولار ديسك موجود في مكان، والانترا ارتيكولار ديسك ده مقسوم في عندك حتتين اوفال كده جوه للانتيرو باند والبوستيرو باند والانترميديت باند، ها وبعدين انتيرو اكستنشن وبوستيرو اكستنشن. بص على الهيد اوف ذا مانديبول موجوده تحت مين بالظبط وانا قافل بقي طبيعي تحت البوستيرو باند ناخد بالنا ان وانا قافل بقي الهيد اوف ذا مانديبول موجوده
تحت البوستيريو بان. يبقى اللي موجود فوق الصمت of the head of the mandible هي برضو على رسمة اللي فوق باينة، بس يبقى تانى شوية برضو على البوستيريو بان. أول مبدأ حركة الـ opening of the mouth، أول حاجة بتحصل الكوندايل يحصل لها rotation within the lower joint space. يعني الروتيشن هنا بين مين ومين؟ في اللور جوينت كافيتي، يعني in between the head of the mandible and the lower surface of the intra-articular disc. بيحصل في روتيشن، روتيشن زي ما تكون مثبت ايدك كده وعامل قافل كده القبضة بتاعت الايد وتلفها لقدام وتلفها لورا، هي ديت بالظبط كده هو الهيد اوف ذا ماندبل نفس النظام. يبقى اول حاجة بيحصل روتيشن، يعني بدأت الهيد، بص على الرسمة ديت، تتحرك من مكانها تحت البوستيرو باند عاوزة تيجي تحت الانترميديات باند. هي جت هنا وقفت شوية والديسك ما زال في مكانه. اللي بيحصل بعد كده بص كده at about mid opening the condyle and the disc، الكوندايل يعني الهيد اوف ذا ماندبل والديسك الاثنين بيتحركوا مع بعض فورورد. يعني اول ما جيت افتح بقي في الاول حصل في rotation of the head of the mandible، rotation بين مين ومين؟ rotation of the head في اللور جوينت كافيتي in between the head of the mandible، between the head of the mandible والinferior surface of the intra-articular disc. بعد ما اتحركت ال head of the mandible ولفت جت تحت الانترميديات زون كده، ابص الاقي ال head of the mandible والديسك الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض they will move forward بواسطة مين؟ بواسطة ال lateral pterygoid. ده بعد كده at a maximum gap عاوز افتح بقى على الاخر، يروح الكوندايلر هيد سلايدز فيردر انتيرلي، تتحرك لقدام والديسك التاني ثابت في مكانه تاني. اما تتحرك لقدام هيجي الهيد، ما بص كده، بص الهيد تحت مين في الصوره اللي تحت خالص؟ تحت الانتيرو باند. يبقى الاول الهيد اوف ذا ماندبل موجوده فوقيها البوستيرو باند، وبعدين الانترميديت زون، وبعدين الانترميديت باند. وفي الاول الهيد اوف ذا ماندبل لفت لوحدها، وبعدين اتحركوا الاثنين لقدام الهيد اوف ذا ماندبل مع الانترا ارتيكولار ديسك. وبعدين الحركه اللي بعد كده جت الهيد اوف ذا ماندبل لفت تاني عشان تبقى موجوده، وبتلف وتحرك لقدام برضو بين الهيد اوف ذا ماندبل والانترا ارتيكولار ديسك. طبعا عشان ارجع بقى يبقى هترجع ان ذا اوبوزيت دايركشن وان ذا سيم سيكونس. وبقول لك ذا ديسك موفينج باك ان اتندم، تندم يعني في تزامن، يعني زي ما طلعوا لقدام في تزامن مع بعض برضو يرجعوا لورا في تزامن مع بعض. تقراها كده وتلاقي كتب شرحها تلاقي نفسك الكلام اتفهم. فدية السيكونس بتاع الopening of the mouth. وبكرر وانبه على الهيد اوف ذا ماندبل الموجودة تحت البوستيرو باند، وبعد كده تحت الانترميديات، وبعد كده تحت الايه الانتيريور، والروتيشن بيحصل في الجوينت كافيتي. وما يتحركوا لقدام يتحركوا الاثنين مع بعض، الـ head of the mandible and the articular disc move forward. وبعد كده الـ head of the mandible في آخر خطوة تتحرك لوحدها، تبقى موجودة تحت بين تحت الـ anterior band، والباند دي تبقى ثابتة في مكانها. وما نيجي نرجع يرجعوا العكس مرة تانية. These are the changes which occur during movement. اسمعها كده مرة واثنين وثلاثة تلاقي الكلام مفهوم وجميل. نسمع كده الكومنت بتاعكم عليها. تمام يا دكتور، محتاجة جميلة. بس تتقال يعني تقرا كذا مرة. لو عايز تقول حاجة قاتها بنقولها تاني. لا يا دكتور، هي بس محتاجة فعلا واحد يعني يقراها كذا مرة. يعني هي تقراها وتسمعها، بس هي مما تلخصها كده تلاقي الهيد اوف ذا ماندبل مكانها فين in relation to the posterior band، وتلف اولا، تلف اولا، وبعدين الاثنين يتحركوا مع بعض فورورد، يتحركوا مع بعض فورورد. وبعدين في الفاينل بقى الاخيره اما اجي افتح بقي على الاخر بقت اتحركت ولفت برضه، يعني اللفه تحت والحركه قدام، بحس ان هي جت تحت مين؟ تحت الانتيرو باند. ده كده ملخص جميل يا دكتور فعلا. الله يخليك.
جميلة أوي يا دكتور، شكرا لحضرتك. الرسمة دي سهلة أكيد وكلكم عارفينها، مين بقى اللي بيعمل بروتراكشن ومين اللي ريتراكشن؟ ريتراكشن باي بوستيرو فايبرز اوف ذا تيمبوراليس ودي فايبرز اوف ذا مسيتر. البروتراكشن قدام اللي هو باي ذا ميديال اند لاترال تريجويد، مين اللي بيعمل لي إليفيشن؟ إليفيشن تيمبوراليس ومسيتر وميديال تريجويد. اللي بيعمل لي ديبريشن اونلي مين؟ لاترال تريجويد. بس ناخد بالنا الجرافيتي بتعمل ديبريشن، الدياجستريك والجيني وهايويد والمايلوهايد برضو بيعملوا ايه؟ ديبريشن. وكل المجموعة دي بنسميها اكسسوري ماسلز او ماستيكيشن، اكسسوري ماسلز او ماستيكيشن. يعني دكتور ماسيتر ما بتعملش بروتراكشن؟ الماسيتر ما احنا قلنا السوبرفيشال فايبر بتعمل بروتراكشن. اصلا ما كانتش مكتوبة في الصورة بس. يبقى اللي الريفرنس ده يمكن مش كاتبها. تمام. ما كل الريفرنس هتلاقي كاتب حاجة، فاحنا بنجمع الكلام. تمام. ده بقى ملخص الكلام اللي انا قلته. depression of the mandible when the mouth is open، المانديبل روتيتس على الاندر سيرفيس اوف ذا ديسك اراوند ذا هوريزونتال اكسس، جاي من الهيد اوف ذا مانديبل الناحيه دي، الهيد اوف ذا مانديبل تاني، وبعدين الهيد يبقى بولد ايه فورورد، والبولد فورورد بيبقى بواسطه مين؟ اللاترال تريجويد. اوكي. ده ملخص الكلام اللي احنا قلناه. والديبريشن از بروت باي كونتراكت دايجستريك باو جيني وهايويد ومش عارف ومايلو هايويد ومعاهم اللاترال تريجويد. برضو السلايد دي elevation of the mandible بواسطة مين؟ الelevation يبقى عكس اللي احنا قلناه، والelevation بواسطة temporalis ومسيتر and medial tergoid. وبرضو على مراحل، لان احنا قلنا الكلوجر زي ايه بعكس الopening، زي ما حصل هنا rotation وforward movement يحصل retraction وبعدين backward movement and so on. البروتروجن of the mandible، وبص كده كاتب لك all movements takes place in the upper joint cavity، البروتراكشن والريتراكشن في الابر جوينت كافيتي. وعرفنا بواسطه ايه مين اللي بيعملهم بروتراكشن اوف ذا مانديبل لاترال وميديال تريجويد. الريتراكشن اوف ذا مانديبل اتفقنا على انه بوستيرو فايبرز اوف ذا تيمبوراليس ودي فايبرز اوف ذا مسيتر. الريفرنس ده كاتبها تيمبوراليس بس عشان يعني تبقى ايه بلمنا كل الناس كاتبه ايه. لاترال تشيوينج موفمنت باي التيمبل ميديال واللاترال تريجويد، وبيساعد فيهم التيمبوراليس والمسيتر. نيجي بقى بالنسبه للابلايد اناتومي بتاع التيمبرومانديبولار جوينت. كلنا سمعنا اكيد dislocation of the temporomandibular joint، ده very common. تلاقي واحد فاتح فوق وبعدين يجي يتاوب تلاقي الهيد اوف ذا مانديبول طلعت قدام. هي طلعت قدام مين؟ بص كده الهيد اوف ذا مانديبول، الهيد اوف ذا مانديبول هنا موجوده في الجلينويد كافيتي او جلينويد فصة، واللي قدامها ده articular tubercle، فالarticular tubercle بتحميها انها تطلع قدام. بس انا لو ما اعمل كده opening للماوس، اتفقنا على ان الهيد اوف ذا مانديبول بتيجي بقى تحت الارتيكولار تيوبركل، هو ده الويكست بوزيشن اللي فيه المانديبول. لو حصل فيه sudden movement forward او الماسل لاترال تريجويد شدت لقدام زي في حاله اليوينج اللي بيتاوب تلاقيه فاتح بقه على الاخر كده ومش قادر يقفل بقه، هو اللي فاتح بقه على الاخر ومش قادر يقفل، ده هو ده تروح الهيد اوف ذا مانديبول طالعه معديه in front of the articular tubercle، هو ده الديسلوكيشن. طبعا الديسلوكيشن ده ممكن يكون unilateral وممكن يكون bilateral، يبقى ديسلوكيشن معناه ان الهيد اوف ذا مانديبول عدت بقت in front of the articular tubercle وميبي unilateral او bilateral زي ما كده عدت اهيت موجوده قدام. بص هنا شايف عامله لي ماس موجوده فين، ده مش قادر يفتح بقه، قلنا ماي بي بايلاترال او يوريلاترال عشان ترجعها. طبعا احنا فهمنا كده الميكانيزم بتاع التيمبرومانديبولار جوينت، وفهمنا يعني ايه ارتيكولار تيوبيركل، وان الحته ديت عاليه شويه. بص كده الدكتور لابس جلاف وبعدين بيضغط على المانديبول لتحت، بيضغط على المانديبول لتحت. طبعا فهمنا ليه بيضغط لتحت، عشان اعدي الحته بتاعه التيوبركل، الارتيكولار تيوبركل، واروح زي اللي ورا تروح الهيد اوف ذا مانديبول على طول داخله فين، في الجوينت كافيتي او الجوينت اللي هو الموجود البون اللي هي موجوده اباف اللي هي
المانديبولار فوسا. يس. ومانوفر سهله خالص وممكن تعملها في الاستقبال ساعات يجي لك عيان، بس طبعا لو تعذر الوضع لازم تدي العين انستيزيا عشان تعمل ريلاكسيشن للايه المصل. يعني لو العين ريلاكسد معاك هتبص لا ممكن ترجعه في مكانه، لو مش ريلاكس ادي له انستيزيا ورجعه. سهل الترجيع. فهمنا ازاي الاول داونورد موفمنت وبعدين باكورد. نبدا مانديبولار نيرف ولا الشباب اخبارهم ايه؟ مع حضرتك يا دكتور. تمام يا دكتور. كمل. ماشي نبدا كده على قد ما نقدر والباقي اوكي. ريجاردنج ده مانديبولار نيرف كلنا حافظين طبعا ان التراجمينال كان اوفثالميك ومجزيلري ومانديبولار. المجزيلري والاوفثالميك كانوا الاثنين ار بيورلي سنسوري، المانديبولار ده كان سنسوري اند موتور. البرانشز بتاعه المانديبولار نيرف كانت كلها طالعه في الانفراتيمبرال فوس، عشان كده دماغه تبع الانفراتيمبرال فوس. المانديبولار نيرف عباره عن سمول موتور روت ولارج سنسوري روت، كلام سهل حافظينه. كل روت بيطلع سيبريتلي ثرو ذا فورامين اوفال ويونايت جاست بيلو ذا فورامين تو فورم ذا ترانك اوف ذا مانديبولار نيرف. والترانك بتاع المانديبولار نيرف ده ريليتد لاترالي تو ذا لاترال تريجويد، يعني لاترال تو ذا ترانك اوف ذا مانديبولار نيرف إن ذا لاترال تريجويد، يعني لازم نشيل اللاترال تريجويد عشان نشوف الترانك أو ذا مانديبولار نيرف. وميديال تو إيت هلاقي تنسور بلاطاي وفي جانجلون موجودة. ميديال تو إيت اللي هي مين؟ الأوتيك جانجلون موجودة إن ذيس أريا. أوتيك جانجلون وتنسور بلاطاي، وأخش جوه شوية على الأوديتوري تيوب شوف الدنيا بقى وصلنا لحد فين. يعني ناخد بالنا برضو من الريليشن بتاعت الترانك اوف ذا مانديبولار نيرف، لاترالي لاترال تريجويد وميديالي اوتيك جانجليون وتنسور بلاطاي واوديتوري تيوب. واضحه الصوره دي وجميله وملونها بقى اخضر واحمر، وبعدين الاحمر كده انا شايفه رايح على المصل، يعني الاحمر ده عباره عن موتور والاخضر ده عباره عن سنسوري، والاثنين روتس معدين مع بعض سيبريتلي ثرو ذا فورامين اوفال. اوكي البرانشز اللي طالع عندنا احنا اتفقنا على ان في عندنا سنسوري روت وموتور روت والاثنين اتحدوا مع بعض وعملوا لي الترانك، وبعد كده الترانك بيتقسم الى انتيرو ديفيجن والى بوستيرو ديفيجن. البرانشز يا اما برانشز فروم ذا ترانك او برانشز فروم ذا انتيرو ديفيجن او برانشز فروم ذا بوستيرو ديفيجن، كلام سهل وبنقوله طبعا واكيد حافظينه كويس جدا. الترانك بيديني نمره واحد منينجيال برانش، والمنينجيال برانش ده بنسميه نيرفس سباينوزس، والمنينجيال برانش ده سبلاي ذا ديورا اوف ذا ميدل كرينيال فوسا، بدل ما عدى من الفورامين اوفال هيروح على المنينجيس اوف ذا انتيرو كرينيال فوسا. يبقى ده اول واحد. النيرف اللي جاي وطالع قدام ده عبارة عن نيرف تو ميديال تريجويد، والنيرف تو ميديال تريجويد مش سبلاي بس الميديال تريجويد ماسل ده، بص كده تلاقي فيه اتنين برانشز طالعين تنسور بلاطاي وتمباناي. تنسور بلاطاي عند تنسور تمباناي، لان التنسور بلاطاي وتمباناي زيهم زي الماسل دوبلستيكيشن ار درايفد فروم ذا فيرست برانكيال ارش، وبالتالي دي ار سبلايد باي ذا مانديبولار. يبقى واضح عندي كده ان الترانك بتاع المانديبولار نيرف بيدي تو برانشز، واحد فيهم سنسوري والتاني موتور. السنسوري اللي هو مينينجيال برانش او نيرفا سباينوزس، والموتور تو ذا ميديال تريجويد اند ات اولسو سبلاي سنسور بلاطاي اند تنسور تمباناي، ودول معديين من الجانجليون وذاوت ريلي وراحوا على التنسور بلاطاي اند تنسور تمباناي. فالترانك كده بيديني تو برانشز. البرانشز اللي طالع from the anterior division،
اللي طالع من الانتيرو ديفيجن بسيط لقيت نيرف توماسيتر وديب تمبورال والنيرف تو لاترال تيريجويد بقى وكده ثلاثة موتور. ديب تمبورال ونيرف توماسيتر ونيرف تو لاترال تيريجويد ادي ثلاثة موتور واللي فاضل ده سنسوري والسنسوري ده اللي بنسميه بقل بقل نيرف. يبقى ثلاثة سنس ثلاثة موتور واحد سنسوري. البقل نيرف ده اللي هو كان ماشي in between the two heads of the lateral pterygoid. أنا لسه قايل between the two heads كان في حاجتين maxillary artery وبقل branch of mandibular. هو ده البقل اللي ماشي between the two heads of the lateral pterygoid. خد بالك البقل نيرف ده supply الميكوزا overlying أو underlying الباكسينيتور والسكين اوفرلاينج ذا باكسينيتور يعني بيغذي جزء من الفيس وجزء من البيوكاس ممبرين سكين وبيغذي ميوكاس ممبرين ده بيغذي كمان جزء من الجنجفا من الجم كل ده عباره عن بقل نيرف. انا جايب لك انا بعض التفاصيل شويه. النيرف توماسيتر ده شفناه اما كان موجود على الابر بوردر اوف ذا لاترال تريجويد upper border of the lateral pterygoid كان nerve tomasseter وديب temporal وكان معدي في المانديبولار notch. فمن ضمن الريليشن المهمة عاوز اشيل فمن ضمن الريليشن المهمة بتاعت النيرف تومسيتر اللي هو موجود على اللاترال بورد على الابر بوردر اوف ذا لاترال تريجويد اولا ومعدي خلال المانديبولار نوتش نمره 2 وبعدين دخل على الديب سيرفيس اوف ذا ماسيتر. ناخد بالنا ان النيرف توماسيتر ده خدناه كان بيدي ارتيكولار برانشز تو ذا تمبرو مانديبولار شوت. النيرف الثاني اللي هو الديب تمبورال كان برضو موجود على الابر بوردر اوف ذا لاترال تريجويد بينها وبين البيز اوف ذا سكال والديب تمبورال ده انتيرو بوستيرو برانش وممكن يكون واحد تالت ميدل وبرضه هو يتباص اباف ذا لاترال تريجويد تو انتر ذا ديب سيرفيس اوف ذا تيمبورال. فالكلام كله متناسق مع بعضه تحفظ واحده تلاقيك ماشي وجايب الثانيه على طول. النيرف التالت اللي هو نيرف تو لاترال تريجويد ده بيدخل مباشره على الديب سيرفيس اوف ذا ماسل بس ناخد بالنا ان النيرف تو لاترال تريجويد ده يا يطلع مباشرة from the anterior division يا بص ممكن يطلع مع مين؟ مع البقل نيرف يعني البقل برانش بتاع المانديبولار ممكن في بدايته كده وهو طالع يبقى بقل ولاترال تريجويد مع بعض وبعدين يتقسم تو برانشز واحد منهم سنسوري والتاني موتور. سنسوري يبقى بقل واللي يدخل اللاترال تريجويد يبقى نيرف تو لاترال تريجويد. فدي بعض التفاصيل شوية على النيرفس اللي احنا قلناه. What are the branches of the posterior division? The posterior division, أول واحد طالع اللي هو الأوريكولوتيمبورال اللي هو طالع ده by two roots والاتنين roots ماشيين حوالين الأرتري اللي بنسميه middle meningeal artery والmiddle meningeal artery ده هيعدي خلال foramen spinosum وأدي باينين كده two roots هما معديين وكمل لي كده النيرف راجع ورا هو ده النيرف الاوريكولوتيمبورال اللي كان بيلف حوالين النيك اوف ذا ماندبل كان موجود جنب النيك اوف ذا ماندبل وكان معاه في المنطقه دي ماكسيلاري ارتري وكانوا الحته ديت ذيس تو ستراكشرز ار ريليتد تو ذا سفينوماندبولار ليجامنت. فنعرف الاوريكولوتيمبورال ماشي ازاي. الاوريكولوتيمبورال فايدته ايه؟ سمعنا الأوريكولو تيمبورال ده كان ضمن الحاجات اللي هي سنسوري تو ذا سكالب هيري اريا ولا نون هيري اريا اوف ذا تيمبل يلا ادهم نون هيري اريا هيري اريا نون هيري اريا زي جوماتكو زي جوماتكو نون هيري اريا زي جوماتكو تيمبورال والهيري اريا اوف ذا تيمبل كانت بالأوريكولو تيمبورال. الأوريكولو تيمبورال كان من ضمنه برضه بيعمل سبلاي للاكسترنال اير يعني الاوريكل بتاع الاير وعامل سبلاي تو ده اكسترنال اوديتوري ميتاس والتيمبانيك ممبرين والتيمبرو مانديبولار جوينت. فناخد بالنا الاوريكولو تيمبورال مش بس السكالب
لا ده واخد اريا كبيره اكسترنال اوديتوري ميتاس واكسترنال اير وتمبانيك ممبرين وتمبرو مانديبولار جوينت. ومهم جدا نعرف ان الاوريكولو تمبرال كان شايل بوست جانجليونيك بارا سمباثيك فايبر باروتيد جلاند. رحب على الباروتيد جلاند عن طريق الجلوسوفارينج. زي ما هناخد بعد كده بالتفصيل وعملت ريلي على الاوتيك جانجليون اند سو اون. نيجي على النيرف اللي بعد كده اللي هو بتسميه اللينجوال نيرف. اللينجوال ادي اللينجوال نيرف واللي طالع وراه انفيرور الفولار. اللينجوال ده طبعا عباره عن سنسوري برانش من البوستيريو ديفيجن. يبقى البوستيريو ديفيجن ادانا اولا اوريكولو تمبورال وبعدين لينجوال ويليه انفيرور الفولار. اللينجوال اللي معانا ده كلنا حافظين ان هو جنرال سنسيشن فروم ذا انتيرور تو ثيرد اوف ذا تانك. كلام سهل. اللينجوال كان بيتحد وهو اثناء وجوده في الانفرا تمبرال فصة باي ذا كوردا تمباناي اوف ذا فيشيال. بص اللي جاي له من ورا ده انا مشاور عليه. This is the كوردا تمباناي اوف ذا فيشيال. طلع من الفيشيال نيرف كوردا تمباناي بيطلع منه هو 6 مليمتر above the stylomastoid foramen ويعدي من البترو تمبانيك فيشر ويتحد مع اللينجوال نيرف اثناء وجوده في الانفرا تمبرال فصة. والفايبرز بتوع الكوردا تمباناي كانوا لهم تو فانكشنز سبيشال سنسيشن تيست وباراسمباثيتك. شايلين باراسمباثيتك سيكريتوري موتور فايبر تو ذا سب لينجوال اند سب مانديبولار سليفري جلاند. وبالاضافه لكده برضو شايلين معاهم التيست سنسيشن فروم ذا انتيرو تو ثيرز اوف ذا تانك. طبعا اللينجوال نيرف از انتر ذا فلور اوف ذا اورال كافيتي الحته اللي احنا قلنا الريليشن بتاعتها مع المندبل. خد بالك اللينجوال نيرف اول ما بيدخل انفرا تمبرال فصه كان بعيد عن المندبل وبعدين هو موجود. لو رجعنا للصوره دي تاني اللي قبليها دي سيد اللينجوال نيرف وهو موجود هنا اباف كان بعيد عن المندبل وبعدين لما جه على الميديال سيرفيس سوري على اللاترال سيرفيس اوف ذا ميديال تريجويد اللاترال تريجويد رايحه انسيرتد انتو ذا مندبل فكل ما يقرب كده وينزل تحت بيقرب تو ذا بون وبيبقى مور انتيميتلي ريليتد تو ذا بون عند الجنكشن بين الانتيرو بوردر انتيرو بوردر اوف ذا ريماس والابر بوردر اوف ذا ريمس الابر بوردر اوف ذا بودي. اما يجوا الاثنين متحدوا مع بعض في المنطقه دي كده بيقرب جدا لدرجه ان انا قلت بيبقى حوالي اقل من نص مليمتر مليمتر لدرجه انه يبقى لازق في البيريوستيوم اوفرلاينج ده ريمس اوف ذا مانديبل او المانديبل انديساري. فناخد بالنا ان طول ما هو نازل تحت كده عمال يقرب على المانديبل ده. بعد كده بعد ما يعدي من المنطقة المزنوقة دي ويبقى جنب الثيرد مولار توس بيرجع يبعد تاني لأنه قرب على المايلو هايويد. تروح المايلو هايويد شايلاه وبعداه ومودياه على اللاترال سيرفيس اوف ذا هايجلوس. يبقى هو أولا بعيد عن المندبل وبعدين يقرب وبعد ما قرب على المندبل يرجع يسيبه تاني يروح على الهايجلوسس. ده بيقعد ماشي كده ميديال لحد ما يقرب مع البروت الدكت ولقيت زنق بين السابلينج والجلاند والجينيو جلوسس. يعني جايب مقرب خالص على الميد لاين عند الترمينيشن بتاعه. فناخد بالنا من اللينجو اللي هو ماشي ماشي ازاي في الكورس بتاعه والريليشن. هو هنا طبعا جنب الميديال تريجويد سوبرفيشال تو ايد وبعدين هنا قرب على المانديبول شالته المايلو هايود وحدفته بقى موجود ان ريليشن تو ذا هايو جلوسس. يكمل على الهايوجلوسس كلنا شفناه هو ماشي على الهايوجلوسس كان لينجوال نيرف وهايبوجلوسال نيرف وبعد كده يبقى معاه تريبل ريليشن مع السب مانديبولار داكت وبعد كده يمشي هو والداكت نفسه بقى ميديال تو ذا سب لينجوال سليفري جلاند بينها وبين الجينيوجلوسس. فمهم جدا ريليشن اوف ذا لينجوال نيرف ان ديتيلز. اعتقد كده اللينجوال ودي الفانكشن اوف ذا لينجوال كلام طبعا كلكم حافظينه. جنرال سنسيشن فروم ذا انتيرو تو ثيرز اوف ذا تانج تيست سنسيشن من الانتيرو تو ثيرز اوف ذا تانج وباراسمباثيتك سيكريتوري موتور
to the sublingual and submandibular salivary gland. والفانكشن نمبر 2 و 3 دول ثرو ذا كوردا تيمباناي برانش اوف ذا فيشيال كين من فيشيال نيرف. ثاني برانش او ثالث برانش طالع فروم ذا بوستيريو ديفيجن اوف ذا مانديبولار نيرف اللي هو انفيرور الفولار نيرف. This is the inferior alveolar nerve. الانفيرور الفولار بيظهر هو واللينجوال اللي مع بعض كانوا عند اللور بوردر اوف ذا لاترال تريجويد. في العمل اهم حاجه كنا نوريها للطلبه اللور بوردر اوف ذا لاترال تريجويد وعليها اثنين نيرفس لينجوال وانفيرور الفولار. الانفيرور الفولار بقى يمشي بين المانديبول وبين السفينو مانديبولار ليجمنت ويدخل بقى في المانديبولار فورامن ويكمل في المانديبولار كانال ويقعد ماشي في المانديبولار كانال لحد ما يتقسم الى أو سوري قبل ما يدخل في الكنال بيدينا نيرف تو مايلو هايد. فنيرف تو مايلو هايد ده اللي هو ده الخفيف في الخط الرفيع ده يطلع من النيرف قبل ما يدخل جوه الكنال. طبعا مايلو هايد كده من اسمه يبقى ريحته سبلاي المايلو هايد والانتيرو بيلو داجست. علاقته ايه بالمايلو هايد يا ادهم؟ شوفك صاحي ولا نايم؟ ايه دكتور مع حضرتك. علاقته ايه بالمايلو هايود؟ على السوبيريور سيرفيس ولا على الانفيريور سيرفيس؟ لا على السوبيريور سيرفيس. حرام عليك يا ادهم. لا كده هيبقى على الانفيريور سيرفيس صح؟ الانفيريور سيرفيس هو بره الاورال كافيتي. تحت الاورج. انا شايف بس هو حبيبي المجتمعين كلهم ضدك المره دي. تمام. بس تحس ان الناس ما نامتش يعني. تمام. يبقى نيرفت ومايلو هايود ماشي على الانفيريور بوردر بتاع. طب كان علاقته ايه بالسبمانديبولار جلاند؟ يلا هات همبر. نيرف تو مايلو هايويد. هيبقى ريليتد لللاترال سيرفيس بتاعت السبمانديبولار جلاند. لا حرام عليك برضه. ميديال انتيريور بور. ميديال ميديال انتيريور بور. انتيريور بارت اوف ذا ميديال سيرفيس. ايوه طب ما انا قلت ميديال سيرفيس. صح صح كده قلت لا دول قاعدين لك سامعين يا مش عارف اعمل ايه. طيب يا دكتور. يا دكتور احنا مركزين مع حضرتك. لا ركزوا طبعا. يبقى لازم تبقى حابب الاناتومي ده دماغك كده زي الخريطه. يبقى نيرف تو مايلو هايويد عرفنا طالع الزان قبل ما يدخل وماشي على المايلو هايويد جروف وفي الاول كده بيبقى موجود ايه على الميديال سيرفيس بتاع الانتيريور بارت اوف ذا سبمانديبولار جلاند. كنا قلنا الميديال سيرف بيتقسم انتيريور بارت وانترميديت وبوستيريور والانتيريور بارت ريليتد تو ذا مايلو هايويد ومعها مايلو هايويد نيرف اند فيسلز. انترميديت بارت كان ريليتد تو ذا هايجلوسس وكان معاها مجموعه من الاستراكشرز. بوستيريور بارت كان برضه ريليشن ستايلو جلوسس ومعها مجموعه من الاستراكشر. تراجعهم كده تلاقي الكلام سهل ان شاء الله. نكمل بقى الانفيرا الفولار نيرف نفسه لما دخل بقى المانديبولار كانال وراح لحد المنتال فورامن. فهو داخل كده ماشي يغذي اللور 3 مولر وممكن ياخد معاه السكند بري مولر والجنجيفا وبعدين يتقسم الى 2 تيرمينال برانشز انسيسيف اند منتال. الانسيسيف يغذي الفيرست بري مولر اللي فاضل والكناير والانسايزور. ساعات تلاقي كتاب كده يقول لك الانفير الفولار يغذي البريمولر والمولر يعني ما جتش على اللي احنا سايبينه ده الفيرست بريمولر وبعدين الانسيسيف يغذي الانسايزور والكناير يعني ايا كان او بيغذيهم كلهم سواء الانفير الفولار نفسه او الانسيسيف برانش اوف ذا انفير الفولار ويغذي معاه الجم. المنتال طبعا يطلع لي بره على المانديبولر على الفيس على التشين واضح كده على الصوره. This is the mental nerve ويغذي اللور ليب اند ذا تشين. وضع الصوره ديت This is the inferior alveolar قبل ما يدخل في الكنال اللي هو ماشي هنا جوه الكنال كل ده كده جوه الكنال. جه هنا اتقسم الى انسيسيف واللي بره ده منتال فباينين كده الكورس بتاعه والريليشن اند سو. الرسمه دي بقى بتلخص لكل المانديبولار نيرف وده موتور روت وده سنسوري روت وده ترانك وات ار ذا برانشز اوف ذا ترانك.
This is the anterior division. And what are the branches of the anterior division? Thalata motor, one sensory. This is the posterior division. وبيدينا اوريكولو تمبورال ولينجوال وانفيرو الفولار واللينجوال اللي جاي متحد معاه اللي هو الكوردا تيمباناي. ده الكوردا تيمباناي نكمله بقى بالمره عشان قبل ما نسيب كلنا عارفين الكوردا تيمباناي جاي منين وكلامه سهل. طالع من اني نيوكليس بقى جوه البرين السوبيريو سليفري نيوكليوس. سوبيريو سليفري نيوكليوس. بدنا بنتكلم على رقم 7 يبقى سوبيريو سليفري. لو تكلمنا على رقم 9 يبقى انفيريو سليفري. انفيريو سليفري. يبقى انا كده هدور على ذيس ذا فيشيال ودي جينيكيوليت جانجليون وذيس ذا فيشيال نيرف واللي ماشي جواها كده يبقى ده ذيس ذا كوردا تيمباناي اللي باللون الازرق. الكوردة تيمباناي ماشي وجيه في الآخر هذه هنا اتحد مع اللينجوال ده اللينجوال اللي هو طالع من البوستيريو ديفيجن وده مانديبولر بقى لينجوال وكوردة تيمباناي متحدين مع بعض وهنا ماشيين مع بعض اللينجوال هنا بقى له ثلاثة فانكشنز احنا قلنا عليه الفايبر بتاعت اللينجوال جت هنا عملت ريلي على سب مانديبولر جانجليون ويطلع لي بوست جانجليونك سيكريتوري موتور فايبر تو ذا سب لينجوال وسب مانديبولر سيريبري يبقى دي عبارة عن افرنت فايبر يعني جنرال فيسرال افرنت فايبرز وقلنا ديس ار ذا باراسيمباثيك بالاضافة لهذا الكوردة تيمباناي بيشيل فايبر تمشي العكس اللي هي افرنت فايبر اللي هي سنسوري والسنسوري دول جاردين بقى التست سنسيشن من التانك وماشي برضو في الكوردة تيمباناي وراجع مع اللينجوال ويرجع العكس كده والسيل بوديز بتاعه الفانكشن دي موجوده فين موجوده ان ذا جينيكيوليت جانجلي يعني النيورونز بتاعتها موجوده ويذن ذا جينيكيوليت جانجلي والسنترال بروسس تطلع فوق لحد ما تصل الى تصل فين بقى استراكتا سوليتاريس مظبوط كده سوليتاري نيوكليس يبقى النيورونز اللي موجوده في الجينيكيوليت جانجليون لها بريفرال بروسيسز passing through the corda tympani responsible for taste sensation والcentral processes بتاعتها بيطلع فوق لحد السوليتاري نيوكليس وبعدين يكمل بقى فوق مع ال pathway of taste يبقى عرفنا الcorda tympani شايل two types of fiber واحدة فيهم efferent اللي جاي من السوبيرو سليفري نيوكليس والتانية efferent fiber اللي هي السنسوري اللي راح توصل للtaste sensation دي واحدة فيهم general visceral efferent والسنسوري يبقى جنرال فيسرال افرنت سوري ده تيست يبقى سبيشال سبيشال فيسرال افرنت ده بقى الكوردة تيمباناي اللي احنا قلناه بالتفصيل والكوردة تيمباناي هو طالع من الفيشال وكونتينوس اكروس خد بالك ان ليه علاقه في الميدل اير وهو معدي كده جنب الهاندل اوف ذا ميليس اوكي وفي الميدل اير ماشي على الانر سيرفيس اوف ذا تيمبانيك ممبرين جنب الهاندل اوف ذا ميليس وبعدين يسيب الميدل اير ويعدي خلال بترو تيمبانيك فيشر اما يعدي من الفيشر يبقى موجود بيهايند ذا كابسول اوف ذا تيمبرو مانديبولار جوينت بص كده الكوردة تيمباناي ماشي فين ادم ميديال تو ذا سباين ميديال تو ذا سباين اوف ذا سفينويد اما يدخل في الانفرا تيمبرال يتحد مع اللينجوال نيرف باين كده هو تو بيتحد مع اللينجوال نيرف عرفنا بقى البري جانجليونيك فايبر سيكريتوري فايبر راح فين وديستريبيوتد تو ذا سب مانديبولار اند سب لينجوال سليفري جلاند وعامله ريلي على سب مانديبولار جانجليون هادي اللينجوال نيرف انجري عاوزك تبص على الرسمه دي كده لو حصل lingual nerve injury in this area what are the functions lost هيبقى ال كله هيبقى affected هنا يبقى secretory motor fiber و test fiber و general sensation طب لو تقطع lingual in this area general بس general بس very good ولو تقطع الكوردة تيمباناي in this area
التيست والباراسمباثيك. الرسمه دي جمال الرسمه ان هي بتبين لكل واحد هو مفصول له. اتقطع الكوردة تمباناي يبقى هنا two functions will be lost. اتقطع اللينجوال in this area يبقى one function will be lost. اتقطع اللينجوال nerve in this area يبقى three functions will be lost. الليسر سوبرفيشال كلنا حافظين القصة بتاعته. ده هيطلع بقى من الانفيرو ساليفري نيوكليس بتاعت الجلوسوفارينجيال نيرف ويعمل لي تيمبانيك برانش يخش الاير يعمل لي تيمبانيك بلكسس يطلع منها نيرف بنسميه ليسر سوبرفيشال بتروزال نيرف. والليسر سوبرفيشال بتروزال نيرف ادي الرسمه بتاعته. هيروح الليسر سوبرفيشال في النهايه يعمل لي ريلي على الاوتيك جانجل. والاوتيك موجوده ان ذيس اريا ات ميديال تو ذا ترانك اوف ذا مانديبولار ويرجع منه ماشي ورا كده. This is the auriculotemporal nerve. يبقى البوست جانجليونك are carried by the auriculotemporal nerve. ادي بالتفصيل الليسر بتروزل طلع الفايبر منين وعمله لي جروف كده في الميدل كرينيال فوصة على anterior surface of the vitreous part of the temporal bone. وبعدين عملت لي الليسر superficial بتروزل نيرف وهو ماشي ويعدي من الفورم من اوفال ويعمل ريلي على الاوتيك جانجلون ويطلع بوست جانجليونك فايبرز along the auriculotemporal nerve to the parotid gland. نفس الرسمه اللي فاتت الكلام اللي احنا عاوزينه. دنتال انستيزيا بقى ازاي نعمل بلوك لمين؟ لل inferior alveolar nerve. مهم جدا نعمل بلوكنج لل inferior alveolar nerve. يقول لك تروح داخل جنب كده بص تلاقي على الميديال بوردر عند شايف كده الانفيرو الثيرد بتاع البودي او ذا مانديبول. انا كله في النهايه عاوز اوصل عند المانديبولار فورامن. ندخل بنيد اللي حدد عند الانتيرو ارش اوف ذا فوسس. ايه الانتيرو ارش ده؟ اللي هو المنطقه بتاعت البلاتو جلوسال فولت. يبقى نتتبع البلاتو جلوسال فولت وننزل تحتيها وندخل السن يبقى ميديالي تواردس المانديبول وتحقن ان ذيس اريا. هي دي الاريا بتاعت الانفلتريشن بتاع الانفيرور الفولار نيرف. اعتقد كده الماكسيلري نيرف خليه بقى المره الجايه عشان الوقت يعني. لو حد عنده اي سؤال في المانديبولر او الجزء اللي شرحناه. تمام يا دكتور محاضره جميله. شكرا جدا يا دكتور. الله يخليك. وعشان بس الواحد زوره يعني وصل لمرحله ربنا يخليك حضرتك تعب يا دكتور تعبناك. لا لا معلش شكرا. اتمنى يكون كلامه واضح ولو في اي سؤال انا مستعد قبل ما نقفل. الدنيا نورت. سؤال يا ادهم. ربنا يخلي حضرتك يا دكتور. انت كوردينيتور الاسئله كلها عليك. ايوه ولا ما حد ذاكر بقى. انا النهارده افتكرت ان انا في حاجات كتير لازم اقعد اذاكرها النهارده. لا ماشي. بقيت المجموعه معانا دكتوره بسمه دكتوره روان دكتوره بدريه. الله ينور يا دكتور. شكرا لحضرتك جميل والله. المره الجايه ممكن نكمل ماكسيلاري نيرف ونكمل بقيه الحاجات اللي موجوده في ان شاء الله. لو في وقت ناخد حاجه ثانيه يعني ان شاء الله. ماشي. ان شاء الله. سجلت ادهم كله مظبوط تسجيل؟ تمام يا دكتور كده مظبوط. ماشي عشان تنزله يبقى انفراتيمبرال 1 المره الجايه انفراتيمبرال 2 عشان يقول لك